بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي في لقاء جديد مع الهدف. مبروك لمصر، ألف ألف مليون مبروك لمصر. خلصنا القصة، خلصت الأمور كلها، صعدنا لنهايات كأس الأمم. هتقولي أنت مالك فرحان كده ليه؟ عشان ده الطبيعي. بالظبط، ده الطبيعي. لكن مش الطبيعي أنك تكسب أربع مباريات متتالية، ما عملهاش غير حسام حسن. أربع مرات متتالية في نظام الصعود لكأس الأمم بالشكل الجديد، ما عملهاش غير حسام حسن. حسام حسن مدرب وطني مصري محترم يستاهل الفرحة، هو وجهازه. مش عايز أقول أختصرها في كابتن حسام، كابتن حسام عشان هو المدير الفني، هو وجهازه دي الفرحة اللي بعد الماتش على مصر، على مصر بيرفرف في موريتانيا، فرحة كبيرة جدا. يستحق هذه الفرحة، يستحق فعلا أن مصر النهاردة تبقى فرحانة. هتقولي هو احنا لعبنا حد؟ الكلام بقى اللي انتوا عارفينه بتاع السوشيال ميديا وبتاع الناس اللي بتقعد براش غير التقطيع والكلام السخيف ده. ما لعبناش حد، ما لعبناش حد. احنا وصلنا باربع انتصارات متتاليه. احنا في كاس الامم الافريقيه هنلعب ماتشين تحصيل حاصل الفتره اللي جايه، اللي هو في الفيفا ديت اللي جاي، اللي هو في شهر 11. في كاس العالم احنا متصدرين مجموعتنا. هتقولي برضو هي فيها حد؟ ده فيها فرق كل ما لناش دعوه، ما يخصناش. احنا دي المجموعه اللي اتحطينا فيها وعايزين نروح كاس عالم، وباذن الله هنروح كاس عالم مع كابتن حسام حسن وبقيه الجهاز الفني ان شاء الله. موفقين من نصر لنصر، مكسب لمكسب. الروح بتاعت اللعيبه، الاداء مش حلو، مش حلو. هو ده ملعب، يعني ملعب مع يعني كويس ان احنا لعبنا اصلا عليه يعني، والحمد لله ان صلاح ما لعبش على الملعب ده. امور صعبه جدا جدا جدا. اهم حاجه في المباريات اللي زي دي انك تاخد الثلاث نقاط وشكرا على كده. لا بقى يقعد يقول لك اداء ومش اداء ومش عارف، لا، المكسب هيكتب المكسب في الاخر. الاداء ومش الاداء لما تكون بنلعب بقى على ملعب مختلف، ملعب زي استاد القاهره مثلا عندنا، ملعب زي استاد مصر، ملعب زي ملاعبنا للدفاع الجوي، ملاعب الكوره. بقى حاسبني على الاداء، حاسبني على التكتيك، وحاسبني على الشغل. لكن بصراحه في ملعب يعني صعب جدا جدا جدا. مبروك للاعبتنا، لعيبه رجاله، لعيبه محترمه، حققوا الهدف المطلوب ان احنا نصعد بدري زينا زي اللي صعد معانا بقى دلوقتي مبكرا. السنغال صعدت النهارده، ساديو ماني جاب جول في الدقيقه بلس 90 النهارده، كانت 0-0 مع ملاوي وساديو ماني وصلهم النهارده. ما حدش قالك بقى يا عم ده بيلعبوا ملاوي، ما فيش القصة دي. صعدت السنغال لكأس الأمم مبكرا مع مصر والمغرب والكاميرون وأنجولا، كل المنتخبات دي خلصت خلاص وصعدت لنهايات كأس الأمم الأفريقية. مش عايز أطول كتير، عايزكم تستمتعوا باللقاءات ما بعد المباراة وما بعد المكسب بالهدف الرائع اللي سجله الموهوب اللي مكانه في أوروبا. الموهوب اللي مكانه في أوروبا، لعيب كبير كبير كبير، ابراهيم عادل. وما قلتهاش دلوقتي، قلتها ايام كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الاولمبي، وقلتها في الاولمبيات وبكررها تاني. في سنه ده وامكان في سنه ده وفي امكانياته دي، ده مكانه اوروبا. واعتقد لو تفتكروا كده بعد الاولمبيات لما كتب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بوظ انتقالي لاوروبا. تعالوا نشوف صاحب الفرحه النهارده اللعيب الكبير ابراهيم عادل، نشوفه قال ايه. طبعا اول حاجه بحمد ربنا وبنشكر الجمهور المصري على الدعم. طبعا انت شفت الناس كانت موجوده وكانت فرحانه لنا بطريقه حلوه، واحنا كنا مبسوطين بصراحه بالدعم ده. بحمد ربنا وبشكر يعني بشكره طبعا. اللعيبه تعبت النهارده ومجهود، انت شايف الاجواء عامله ازاي والملعب. بشكر الجمهور تاني وبشكر كل الناس اللي دعمتنا، والحمد لله بحمد ربنا على الجول، وان شاء الله اللي جاي احسن. ومبروك لمصر على التاهل يعني. طبعا مبسوط يعني، بس برضه عايز اقول ان ده توفيق من ربنا كبير بحمد ربنا عليه. ولو اللعيبه دي ما تعبتش ما كانش ربنا كافئنا بالجول ده. عايز الناس تفضل تدعمنا وتفضل ورانا، وان شاء الله باذن الله جيل قادم قوي لمصر. ربنا يكرمنا طبعا بقياده الكابتن حسام يعني ان شاء الله الفتره الجايه. والله الكابتن حسام يعني دايما بيدينا الدافع دايما، وهو كان هداف كبير طبعا احنا بنتعلم منه. فهو بصراحه حماسي جدا، واي حد بينزل الملعب حتى لو نزلت دقيقه انت بتحاول تدي 100% عشان تظهر بشكل كويس وتساعد المنتخب يعني. فبتمنى من ربنا نفضل كده، واقدر ان شاء الله اساعد منتخب مصر دايما في الفترات الجايه ان شاء الله. مبروك يا هيما، تستاهل. بس ان شاء الله باذن الله عندي ثقه كبيره ان انا اشوفك في اوروبا، لان انت فعلا تستاهل ان تبقى موجود في اوروبا وبتلعب في نادي محترم وتاخد تجربه الاحتراف بدري. اهم شيء انك تاخدها بدري في السن ده وانت صغير
عشان كل ما بيتقدم السن كل ما الفرص انك تلعب في نادي كبير بتقل. فان شاء الله باذن الله نشوفه محترف في اوروبا، واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده حاليا في مصر. فصاحب الفرحه النهارده كمان جول، بص الذكاء بتاعه والتفكير بتاعه، هو واقف في دايره السنتر بالظبط والملعب اصلا كرة ما بتطلعش من على الارض ويحطها بالشكل ده يلبح الجول، لا لعيب كبير. تريزي جول او كريزي دي زي ما انت عايز قول نجم كبير. تعال نشوف قال ايه بعد الماتش. يعني مشاهدينا بعد انتهاء مباراه منتخبنا الوطن المصري امام منتخب موريتانيا واداء اكيد يعني جيد، فوز رابع على التوالي لمنتخبنا الوطن المصري في تصفيات كاس الامم الافريقيه لاول مره في التاريخ بالتاكيد، مع واحد من نجوم المنتخب محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه مبارك مبروك النهارده، 3 نقاط 12 نقطه لاول مره، 4 مباريات بنفوز فيها متتالي في التصفيات. شفت النهارده الاجواء ازاي والفوز النهارده ازاي؟ الحمد لله طبعا على الفوز والصعود النهارده، اللعيبه كلها كانت رجاله والجيل ده هفضل اقول كده كل مره ان الجيل ده يستاهل ان شاء الله ان هو يفرح الشعب المصري ويفرحه ان شاء الله قريب. النهارده الحمد لله الماتش كان صعب جدا، فريق موريتانيا فريق قوي جدا، فريق فاز على الجزائر قبل كده وطلعهم من بطوله افريقيا، والمغرب كسبهم اخر ماتش بينهم، كسبهم 1-0 في اخر تقريبا في الوقت الضايع. فطبعا فريق قوي واحنا احترمناه جدا، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز وان شاء الله نرجع بالسلام اهم حاجه، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكملها لنا على خير ان شاء الله. لا والله هو احنا من مصر، وانا كنت حاسس بعد في الدقيقه 75 في الماتش اللي كان في مصر وكده، بس دوس عليها وكملت وبس وريحت، ودكتور ابو العيله والجهاز الطبي قام معايا بكل حاجه ان هم يجهزوني للماتش، والحمد لله انا خدت الريسك، والحمد لله الريسك الحمد لله الواحد نزل عمل جون وكسبنا، والحمد لله يعني الحمد لله اهم حاجه المنتخب بيكون دايما في احسن حاجه. يعني ما هو زي ما بقول لك احنا منتخب مصر حاجه كبيره جدا، اي لاعب او اي بني ادم نفسه يمثل بلده، فده شرف مع بعضه شرف ان تبقى شايل اسم بلدك وبتلعب بيه، ده في حد ذاته يعني اي حد يتمناه، ولازم اي حد يجي المنتخب اي لاعب يجي المنتخب يعرف قد ايه هو التيشيرت ده تقيل ومش اي حد يقدر يشيله. فان شاء الله اللعيبه كلها اللي موجوده ديت لعيبه رجاله، وان شاء الله يقدروا يشيلوا المنتخب ان شاء الله الفتره اللي جايه. لا والله انا كان الكابتن بيقول لي يعني بلاش المخاطره وكده، خليك يعني وكده الماتش نجيل صناعي وكده، بس انا قلت له لا يعني انا معاك بره اي وقت هتحتاجني انا موجود، ولكن في حاجه يعني، والحمد لله نزلت الحمد لله وقدرت اساعد زمايلي، والحمد لله صعدنا النهارده من ملعب صعب جدا اي حد يكسب فيه. طبعا الناس الموريتانيين ناس طيبين جدا وكانوا بيشجعونا قبل الماتش وكانوا بيشجعونا انا بشكل شخصي، كنت مبسوط جدا الحمد لله. والاهم اهم من كل ده اللي احنا الحمد لله فرحنا شعبنا اللي هو يستاهل يفرح ويستاهل يكون في اعلى مكان دايما. تريزيجيه من اللعيبه اللي من ساعه ما كابتن حسام حسن تولى المسؤوليه، وهو لما كلمه كابتن ابراهيم كلمه في التليفون وفي اول تجمع لو تفتكروا حضراتكم، كان من اكتر اللعيبه حماس وقلب وسعيد جدا بالجهاز الفني الجديد بقياده كابتن حسام حسن. وبالتالي كابتن حسام شايف فيه، هو كابتن حسام كده بيحب اللعيبه اللي عندها قلب عندها غيره عندها روح، يعني هو بيحب ده لان هو كان كده، ابراهيم حسن كان كده، هم كده بيحبوا كده المكسب، بيغيروا على تيشرت اللي بيلبسوه سواء تيشرت منتخب مصر او لما لبسوا تيشرت النادي الاهلي 23 سنه وتيشرت الزمالك بعد كده 4 سنين وهكذا بقى الترسانه والمصري السلسله والاتحاد وكده. لكن اقصد اقول لحضرتك ايه، ان هي القصه ان هو لعيب في من الجينات بتاعت كابتن حسام وكابتن ابراهيم، عشان كده هم بيحبوه جدا. وهو لعيب، هو فارض نفسه بصراحه، يعني هو فارض نفسه على التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. النهارده بقى في حته فنيه كده من بابان، ده موضوع تاني، خلينا يعني ايه نسيبه يشتغل براحته مع لعيبته، يعني نشتغل براحته مع لعيبته، بلاش ان احنا قعد فلان ونزل فلان وليه فلان ما لعبش، نسيبه هو ادام شغال كويس وادام بيكسب، اعتقد ان دي هتبقى اكبر داعم للجهاز الفني الحالي لمنتخبنا الوطني. وهرجع واكررها مره واثنين وثلاثه وعشره، اتمنى ان كابتن حسام يبقى تركيزه في الملعب فقط. كابتن حسام طول ما هو مركز في الملعب فقط هينتج هيحقق نتائج، وده هيبقى اكبر داعم ان هو يقعد سنين مدير فني لمنتخب مصر. اللي بيحصل بره هم مش احسن مننا.
اللي بنشوفه مع وليد الرجراجي والدعم اللي انا شفته بنفسي في المغرب هناك، لا دعم مش طبيعي، دعم مطلق لوليد الرجراجي. كابتن حسام حسن ما يقلش، كابتن حسام حسن كان يعني احترامي وبعشق وليد الرجراجي لانه فعلا حقق حاجه عظيمه للكره المغربيه، ولكن كابتن حسام حسن كان نجم نجوم الكره المصريه، ليه اسمه وتاريخه مع منتخب مصر. فبالتالي لا، كابتن حسام يستحق بقى ان الباور ده والنغمه والمنافسين اللي ما وراهمش غير ان هم بيمسكوا له على الواحده، اتمنى اهدوا شويه لان هو ما شاء الله كده واضح ان الامور ماشيه معاه بشكل كويس جدا. خلي بالك اي مدرب في الدنيا عايز التوفيق، من غير التوفيق ولو هو مين، لو هو انزو بيرزوت مش هيعمل حاجه، فمحتاج التوفيق والحمد لله هي ماشيه مع كابتن حسام. كابتن الفرقه بقى رامي ربيعه، تعالوا نشوف ايه قال ايه بعد المباراه، خاصه رامي ربيعه واحد من افضل المواسم اللي عملها في حياته من ساعه ما لعب كوره في النادي الاهلي، هو الموسم ده هو افضل مواسم رامي ربيعه سواء على مستوى النادي الاهلي او منتخب مصر. مبروك على الفوز في البدايه، احنا في منتخب مصر دلوقتي مركزين، كنا مركزين قبل الماتش ده، ناس يقول لك انت محتاج التعادل بس انت يعني كنت مقفل النهارده قوي، بس كنت بتحاول تخطف كوره او بتخطف لو كور ثابته او حاجه، ان الملعب كان وحش جدا، الاجواء كانت وحشه، الارض الصناعيه بتبقى صعبه شويه وبتبقى ناشفه على انك مش عارف تنقل الكوره براحتك. فالحمد لله قدرنا نلعب على الحته دي ان احنا ما يدخلش فينا جوان، والحمد لله يعني بالنسبه لنا كمدافع يعني الماتشات اللي لعبناها بالنسبه لي ما دخلش جوان، فانا مبسوط بالنسبه لي، فمش مني انا بس يعني، طبعا احنا منظومه كامله مش رامي بس اللي بيشتغل او ايا كان مين اللي بيلعب، انا احتياطي انا بره مش فارقه، انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيسعى وما بيركزش مع الكلام او ما بيركزش على السوشيال ميديا او ما بيركزش ايه اللي بيحصل، بالعكس انا بركز في شغلي جدا وبركز في حياتي وعارف انا عايز ايه او هدفي ايه او ان انا شغال ازاي واللي الناقص اللي عندي بحسنها. لا هو كان موزع المساكين ثلاثة بس احنا كأني انا بلعب باك رايت وهو بيلعب باك ليفت، عشان كده بيلعب بواحد بيلعب بشماله خالد بيلعبه ناحية الشمال، فهو بحيث ان احنا نفتح الملعب بالكرة معانا. كانت كلامه كله لما الكرة بتبقى علينا نحاول نقفل الملعب كله ونسيب الباكات تبقى تطلع على الهافات اكتر، يعني الباكات يدافعوا على الباكات واحنا يسيب لنا الهافات شوية، والفراودة تبقى مع منعم لو هو في القلب ما بيننا وينزل معاه ديفندر فبيبقى ماسكين الملعب كويس. فده اللي حصل، ان احنا لما بيبقى الكوره معانا بنفتح الملعب قوي، ببقى انا شبه باك رايت وخلي باك ليفت ومنعم في النص، فبنحاول ان احنا ننقل الكوره، ففضلنا الريتم ده على قد ما نقدر، الكوره بتبقى في رجلينا عشان ما نجريش ورا الكوره كتير، لان زي ما قلت لك الملعب كان وحش والاجواء صعبه جدا، فالحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه. الكوره بتقف في الجزمه كده بتعطل في الارض والجزمه بتعلق في الارض تقريبا. لا الدنيا صعبه قوي، انا في الماتش النهارده اجي استلم الكوره الاقي ما بتجيش زي ما انا عايز، اجي اجري بيها حتى شفت في كوره المرموش يعني كانت صعبه جدا لما جري بيها الكوره وقفت تحت رجله، كان ممكن يحصل له اصابه في ركبته او انكر رجله، بس الحمد لله ما حصلش حاجه، فانت مش عارف حتى تجري بالكوره، مش عارف تباصي، مش عارف تستلم تستحوذ. فده كانت الفكر ان احنا نلعب بثلاثه ورا، نحس ان احنا على قد ما نقدر نخلي الكوره في رجلينا اكتر وقت ممكن. طبعا مع كابتن حسام والجهاز طبعا ما فيش مباراه تحصيل حاصل، ما فيش مباراه، كل مباراه محسوبه على مصر وكل مباراه محسوبه علينا، فبنحاول نركز فيها اكتر ما اكتر ليفل من التركيز، لان انت ما ينفعش تأدي مباراه وحشه، لان في تصنيف وفي حاجات انت بتبقى بتسعى انك تكسب كل المباريات، فده الهدف بتاع الكابتن حسام والهدف بتاعنا ان احنا يعني نثبت لنفسنا ان احنا قادرين ان احنا نكسب بره وجوه وقادرين نلعب مع بعض وقادرين نبقى طالعين مثلا من غير ما يدخل فينا جوان، فدي كلها تجارب حلوه لينا وتجارب بتدينا خبره وبتدينا ثقه في نفسنا، بحيث ان البطوله تيجي نبقى عارفين اللي لينا واللي علينا ووصلنا لايه وما وصلناش ليه. ده كابتن الفرقه، كابتن منتخبنا الوطني رامي ربيعه. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا المنتخب الوحيد في كل المجموعات في تصفيات امم افريقيا اللي حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن، احنا أربع مباريات كلين شيت ولا هدف دخل مرمى منتخب مصر، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني، فدي حاجة تحسب للعيبة بتاعتنا، تحسب للجهاز الفني انك بتقفل كويس وقافل منطقة جزائك بشكل جيد مع الشناوي، الأمور ماشية بشكل رائع جدا. خلي بالك ان رامي مع منعم والنهارده دخل خالد صبحي اللي بتمنى له الشفاء ان شاء الله تطلع حاجه بسيطه، الامور فيها انسجاب لانهم قعدوا فتره طويله جدا مع بعض في النادي الاهلي، فالامور
فيها انسجام فيها ما بين رامي وما بين منعم. في لعيب يتمنى اي مدرب، اي مدرب يتمنى الكواليتي ده يكون معاه، مروان عطيه. مروان يا بخت كولر بيه ويا بخت حسام حسن بيه، فعلا لعيب مهم جدا، مسمار بمعنى الكلمه في وسط الملعب، مفيش حد بيعدي، مفيش حد بيعدي. وده لعيب او نوعيه لعيبه مطلوبه جدا جدا للمدربين، بيحتاجوا النوعيه دي لانها فعلا اول حاجه بتفسد الهجمه، هجمة المنافس. بيساعدك أولا كورته سليمة كمان لما بيطلع بيها، بيسلب ويستلم كويس، فلعيب عنده كورة مش بيشتت مش بيعمل، لأ لعيب عنده كورة فعنده إمكانيات. مروان زي ما بقول لحضراتكم فعلا أي مدرب يحتاجه ويبخته بيه. تعالوا نشوف مروان قال إيه بعد المباراة. الحمد لله بشكر طبعا ربنا وبشكر اللعيبه والجهاز الفني على الماتش النهارده. 3 بونت كانوا صعبين جدا، سواء الملعب كان صعب ولا الاجواء ولا الرطوبه. الحمد لله طبعا، واتكلمت معاك قبل كده خالد قلت لك ان الفرقه طبعا قويه وعندها لعيبه محترفه كتيره وعندها خطط كويسه وعندها لعيبه قويه بدنيا، فالماتش ما كانش سهل جدا، كان صعب، بس قدرنا طبعا ننفذ التعليمات اللي الكابتن حسام قال عليها، وعرفنا احنا عايزين ايه من الماتش طول التسعين دي، والحمد لله قدرنا نحافظ ان ما يخشش فينا جون، وقدرنا نقفل كويس، والحمد لله جبنا جون قدرنا نجيب، الحمد لله يعني كنا بنلعب ان احنا لو ما سجلناش ما يخشش فينا، اهم حاجه ما نرجعش خسرانين 3 بونت، ما كسبتش ما تخسرش، الحمد لله رجعنا ربنا كل مجهودنا وتعبنا الحمد لله ب3 بونت. الحمد لله طبعا الكابتن حسام طبعا عشان انا قبل كده كنت بلعب معاه سنتين في الاتحاد، فهو عارف مروان كويس يعني، فاكيد طبعا هو بيعتمد عليا في الملعب، واكيد انا طبعا بشغلي يعني الثقه اللي هو بيدهاني انا ببقى ده الحمد لله يعني، وبكون على قد المسؤوليه، فالحمد لله عشان كده الواحد بيبقى موجود وبيبقى كويس الحمد لله في الملعب. لا هي كل حاجه في الماتش كانت صعبه، مفيش حاجه كانت سهله خالص، سواء الكوره ولا الملعب ولا الجو ولا الارضيه، كل حاجه ما كانتش تهيئ لك ان انت تلعب كوره، والملعب ضيق جدا وقصير جدا، فانت كانك بتلعب ماتش خماسي، مفيش مساحات، مفيش، ما بتعرفش تستلم الكوره وما تعرفش تلعب بص من لمسه واحده، فالدنيا كانت صعبه، بس قدرنا على قد ما نقدر ان احنا نمسك الكوره تحت ونحاول نسحبهم علينا عشان نفتح مساحات للخصم، وقدرنا الحمد لله ان نقفل كويس ونلعب على المرتده، الحمد لله بهجمه مرتده ابراهيم عادل من نص الملعب جاب جون، الحمد لله خدنا 3 بونت. وعلى فكرة يعني دي أول مرة المنتخب يصعد 4 مباريات ورا بعض ب12 بونت، ما مش عارف ما حصلتش خالص أصلا بيتهيألي يعني، فالحمد لله عملنا حاجة برضو للتاريخ، حاجة للمنتخب يعني ما حصلتش قبل كده، إن شاء الله نكمل وناخد الماتشين الجايين إن شاء الله بتاع كافيرتي وبتسوان. لا طبعا يعني شرف لأي حد إن هو يبقى بيمثل منتخب مصر، ده حلم من الطفولة، من صغري كنت بقعد كده 2006 و2008 و2010 كنت بقعد عيل صغير بيتفرج على المنتخب، كان يرسم علم على وشه ولا يروح يشتري علم ويقعد من الساعه 10 الصبح مستني الماتش عشان يشجع بلده، فاكيد طبعا طموح اي حد ان هو يمثل منتخب مصر، واكيد طبعا شرف لاي حد، والحمد لله الواحد كل ماتش بيحاول يطلع كل ما عنده عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر منتخبنا، والحمد لله ان شاء الله باذن الله هيبقى في منتخب قادم باذن الله كويس جدا، واللعيبه كلها مع بعض بتشيل المسؤوليه وكلها بتحب بعض، ومعانا جهاز فني محترم وطني، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه للبلد السنه دي وناخد افريقيا باذن الله السنه دي. لما بقول لك ان يا بخت كولر بمروان عطيه ويا بخت حسام حسن بمروان عطيه، انا مش بقولها من فراغ. مروان عطيه في مثلا النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل خطوة استباقية في ايه؟ راح معدل عقد مروان عطية، اتعدل له على طول لانه يستاهل، انه يستحق. الايام اللي فاتت دي تم تعديل عقد مروان عطية في النادي الاهلي، بيحوط عليه يعني عشان اوريك ان فعلا في لعيبة ما ينفعش يتفرط فيها. في كلام كتير بس مش عايز يخرجني عن المنتخب وعن فرحة المنتخب. تعال بص في تشكيلة النهاردة كده. خالد صبحي أول مرة يشارك أساسي مع منتخب مصر. محمود صابر بيلعب أساسي النهاردة، كان احتياطي الماتش اللي فات منتخب أولمبي. أحمد عيد تاني ماتش مع منتخب مصر باك رايت. أسامة فيصل أساسي مع منتخب مصر. بصوا حسام حسن بيعمل إيه؟ بصوا حسام حسن دماغه فيها إيه؟ تعال نروح للتغييرات. محمد شحاتة بدلا من محمود صابر منتخب أولمبي. إبراهيم عادل بدلا من أسامة فيصل منتخب أولمبي بمنتخب أولمبي. كوكا بدلا من مرموش.
زي ما بقول لحضرتك، بص حسام حسن وتفكير حسام حسن برضو الكلمة اللي قالها قبل كده هي مش إحلال وتجديد، هو تواصل أجيال. لازم، ما ينفعش المنتخب يفضل ماشي بمجموعة معينة نفضل يعني نطحن فيهم لغاية ما المنتخب يقع وبعد كده نبتدي نبني من جديد. لا، الناس دي تدخل مع بعضها واحدة واحدة وسنة سنة. عندك ماتشين في الفيفا ديت في شهر 11 اللي هما الماتشين اللي باقيين لنا، بوتسوانا والرأس الأخضر. أعتقد إن الكابتن حسام في الماتشين دول هيعمل فيهم اللي هو عايزه، اللي هو عايزه في اختياراته، عشان برضو اللعيبة دي تتقل وتلعب منتخب مصر وتاخد تجارب منهم. ماتش الرأس الأخضر هيبقى بره مش هيبقى في مصر، ماتش بوتسوانا بس اللي هيبقى في مصر. فبالتالي أنا شايف إن الكابتن حسام بيشتغلها بشكل جيد جدا، يا رب كده تكمل على خير ويبقى فيه تواصل أجيال. واحد من اللعيبة اللي اشتغلت النهارده بشكل كويس خرج في الدقيقة 66 مصاب، أول مباراة رسمية ليه مع منتخب مصر. خالد صبحي تعالوا نشوف قال إيه بعد الماتش ويطمنا على إصابته. لا طبعا على تاني مشاركة ليا، طبعا تمثيل منتخب مصر ده شرف لأي حد يعني بيتمناه، وبشكر طبعا كابتن حسام حسن إنه إداني الثقة دي. الحمد لله الإصابة هعمل دلوقتي، هطمن مع دكتور أبو العيلة إن شاء الله، هنعمل سونار هنا في الفندق يعني، وإن شاء الله اطمن يعني عليها يعني بإذن الله. الحمد لله كابتن حسام يعني معرفنا كل حاجة، وحتى اتمرنا في القاهرة على ملعب ترتان، وجينا هنا اتمرنا على الملعب اللي إحنا هنلعب عليه. ف يعني هو طبعا أجواء صعبة وكل حاجة، بس الحمد لله يعني احنا عاملين حسابنا ومذاكرين الفرقه كويس وعارفين احنا عايزين ايه من الماتش، والحمد لله ان ربنا كرمنا. الحمد لله طبعا انا مبسوط طبعا جدا ان انا موجود هنا في منتخب مصر ومع كابتن حسام. كابتن حسام تاريخ كبير لمنتخب مصر مش هنقدر نتكلم عليه، فالحمد لله يعني الحمد لله ان احنا كمان متصدرين الحمد لله المجموعه الحمد لله تأهلنا رسمي. الحمد لله طبعا، الحمد لله ربنا كرمنا وتأهلنا رسمي النهارده الحمد لله، وان احنا برضو ما يجيش فينا حاجه، دي برضو كويسه وتتحسب لنا يعني الحمد لله يعني. ربنا يوفقك يا خالد. الاصابه هي كانت في السمانه، بس انا اكلت عليك مباراه، انت لعبت مباراتين اساسي مش مباراه واحده. انا كنت فاكر ان دي اول مباراه ليك اساسي، لكن هي تاني مباراه ليك كلاعب اساسي، كانت في بوتسوانا ودي تاني مباراه. ربنا يوفقك ان شاء الله، احد الكوادر اللي طالعه في منتخبنا الوطني برؤيه الكابتن حسام حسن. ف ان شاء الله موفق مع باقي اللعيبه كلهم اللي صاعدين دول من المنتخب الاولمبي. ولسه في لعيبه تانية هتشوفوها الفتره اللي جايه مع كابتن حسام، هو بيحب ده، هو شاطر قوي في دي، شاطر جدا فيها كابتن حسام. ان شاء الله يعمل حاجه كويسه. صدقني يا كابتن حسام، نتائجك، مجهودك، شغلك، تعبك، كل ده هو ده شهادتك في الاستمراريه، في وجودك على راس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الملعب وبس. اعتقد دي هتبقى تفرق كتير جدا جدا جدا، تركيز كابتن حسام في الملعب في الفتره اللي جايه. تعالوا بقى نشوف بابان قال ايه بعد المكسب وبعد الصعود المبكر لامم افريقيا والانضمام لباقي المنتخبات الكبيره اللي صعدت بدري. نشوف كابتن حسام قال ايه بعد المباراه. تحياتي للجمهور الموريتاني والشعب الموريتاني الشقيق. أولا الحمد لله والشكر لله على النتيجة وعلى الأداء في ظروف الحر والرطوبة اللي موجودة مع الملعب، طبعا ملعب جيل صناعي، ولكن بشكر لعبتي جدا جدا على مجهودهم وعلى تنفيذ الشغل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراة. وكان من مهم جدا ان احنا نيجي في موريتانيا ان احنا نحقق نتيجة إيجابية عشان نأكد وصولنا. ولكن عايز أقول الوصول سواء المباراة اللي في القاهرة أو المباراة هنا، احنا بنلعب يعني اقوى منتخب في معانا في المجموعه مع كاب فيردي وبوتسوانا، ولكن موريتانيا عنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى. الكوتش اللي موجود كامير اعتقد ان هو بذل مجهود كبير مع اللاعبين ومع المنتخب، لانه دي في شكل مميز وعندهم خطوره وعندهم قوه وعندهم مهاره، زائد في تكتيك اللي تلعب حتى في القاهره وتلعب هنا. فانا بقول ان منتخب موريتانيا قادم في المستقبل القريب، واللي حتى الفترة اللي فاتت في البطولتين اللي فاتوا في كأس الأمم منتخب موريتانيا بيأدي بشكل قوي، ودي حقيقة. حتى أيا كان النتيجة غير النهاردة كنت هقول نفس الكلام، أنا يعني من المنتخبات اللي هي فعلا كانت ندي قوي جدا معانا في الماتشين، ولكن إصرار لعبتنا وتوفيق ربنا أولا وأخيرا زائد مجهود الجهاز الفني
اللي بحييهم جدا وكل لهم ساعدوني في كل الناس اللي موجوده، انا وابراهيم مع الكباتن اللي موجودين كابتن طارق وكابتن محمد سعفان ومحمد عبد الواحد ومانويل. فاعتقد ان الناس تعبت، وبقول للناس الشعب الجمهور المصري مبروك، ان شاء الله مزيد من التطوير في المنتخب والفتره اللي جايه يكون لينا وجود بشكل جيد ولينا شكل كوره ونتائج. ولكن اتمنى من كل قلبي، يعني مش تحيز لاسباب كتير، المنتخب الموريتاني ان شاء الله يصعد لنهايه كاس الامم اللي جايه ان شاء الله، لانه هو يستحق مع طبعا المنتخبات اللي بتنافس كاب فيرد وتسوانا، لكن المنتخب الموريتاني عنده افضليه من المهاره والقوه والتكتيك. فان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق في المباراتين اللي جايين. المنتخب الموريتاني منتخب قوي، ومش بجامل، فعلا منتخب قوي. كنت عامل حساب كبير جدا قبل المباراه الاولى والمباراه الثانيه، وزادت التركيز علي نتيجه ان المنتخب الموريتاني عمل مباراه في القاهره، مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، في لعيبه عندها مهاره عندها قوه، ولكن الاصرار والخبرات ويمكن فرقت بعد توفيق ربنا طبعا في النتيجتين. لكن المنتخب ما تقللش المنتخب الموريتاني، منتخب موريتاني لازم تثقوا فيه يعني كجمهور وكاعلام. انا بقول المنتخبات القويه اللي جايه في افريقيا اللي قادمه، ومش قادمه من دلوقتي، هي بقى لها بطولتين او كاس الامم اللي فات بيعملوا نتائج كبيره، وعملوا نتائج كبيره مع منتخبات كبيره زي الجزائر والمغرب. ف يعني كل التوفيق ليهم، لان انا مقتنع ان في منتخب قوي في قارة افريقيا اسمه منتخب الموريتاني، اللي هو هيبقى ليه بصمه كبيره في الفتره اللي جايه. احنا غيرنا التكتيك في بعض الحاجات غير مباراه القاهره، يعني كان في تغييره شويه في التكتيك بالنسبه لنا، لان احنا عارفين زي ما قلت لك منتخب موريتانيا ظهر بمستوى قوي في القاهره، وفي نفس الوقت مباراه موريتانيا هنا تفرق كتير معانا في الصعود. انا بلعب على هدفين، ان احنا نادي او اول حاجه ان نبقى نحقق نتيجه ايجابيه سواء بالمكسب او عدم الخساره، لان ظروف الجو وظروف الملعب، وزي ما انت عارف لعبتنا بقى لهم فتره طويله، ممكن الجيل ده ما لعبش على ملعب صناعي خالص. فبالتالي رغم ان الارضيه يعني من وجهه نظري ارضيه كويسه، مش اللي هي الارضيه الترتان او النجيل الصناعي اللي هو يعني طف او ناشف، فهو لكن في نفس الوقت برضو احنا مش متعودين عليها. فكون ان انت تحقق نتيجه ايجابيه سواء مكسب او تعادل هو ده كان هدفنا. لكن منتخب مصر كان يهمني جدا ان ما ينفعش نخسر، مش عشان موريتانيا، لا، مش منتخب موريتانيا قوي، فعشان كده بقول احنا كطموح وكجهاز ما كنتش متقبل الهزيمه نتيجه ان احنا اجتهدنا الفتره اللي فاتت، وطموحنا ان احنا نطور المنتخب الفتره اللي جايه. الماتشين اللي جايين يمكن انتوا لو حد يعرفنا، انا وابراهيم ما عنديش غير ما بحبش الخساره، وطموحنا بينطبق على اللعيب. ف بص، سيبك من يعني الجمهور او الاعلام، زي الاعلام هنا في موريتانيا، الاعلام في مصر ما بيتقبلش، حتى لو بيتقبل الفوز بس بيبقى برضو في نقد. فبالتالي صعب ان احنا ندي فرصة ان حد، انت فاهم، صعب ان احنا ندي فرصة ان حد ينتقدنا، وفي نفس الوقت عايزين نعلي طموح الجماهير وطموح اللاعبين، لان احنا زي ما انت شفت احنا عندنا حوالي 7-8 لعيبة من المنتخب الاولمبي اللي شارك في اولمبياد فرنسا، فيهمني ان هو في دخولهم مع تلاحم، مش بقول تحلال وتجديد، تلاحم مع الجيل الاقدم. يعني احنا طول الوقت بنكسب بنخسر في انتقادات، يعني فاحنا متعودين على انتقادات، لكن اللي يهمني اللي ينتقد ينتقد، لكن عندنا جمهور كبير وعظيم كان بيتمنى وجودنا مع المنتخب، هو ده بالنسبه لي المقياس بالنسبه لي. وكل الاحترام والتقدير لكل الاعلاميين والسوشيال ميديا المحترمه اللي بتساند المنتخب، ولكن هدفنا او احنا نفرح جماهيرنا بعيد عن الانتقادات. بالنسبه لمحمد صلاح، انا بشتغل وجهه نظري انا وجهازي ان احنا محمد صلاح من اهم اللعيبه اللي موجوده في العالم، وطبعا الناس عارفه الكلام ده، وعامل تاريخ كبير لحد دلوقتي وان شاء الله يكمله. طلب منه ان هو يبقى لانه عنده يعني بعض الاجهاد في عضله الظهر والمفصل بتاعت ركبته، لان في الفتره اللي فاتت كان حصل له اصابه من فتره،
خافوا ان هم تتجدد الاصابه في الملعب في النجيل الصناعي. فطبعا انا يهمني مصلحه حاجتين، مصلحه اللعيب، وفي نفس الوقت عايز في مباراه مهمه زي موريتانيا مع موريتانيا يكون الجاهز هو اللي يكون متواجد. ففي نفس الوقت مش عايز ان انا اعمل ريسك او مخاطره بمحمد صلاح واخسره في الفتره اللي جايه في التصفيات اللي جايه، سواء كاس الامم او كاس العالم، لان مهمه جدا في المرحله اللي جايه. زائد في ناديه انت عارف لعيب محترف وليه قيمته الكبيره، فلابد ان انا اكون متجاوب معاه ومسانده وفي تعاون. نفس الشيء مصطفى محمد. وعلى فكره انا اتعودت حتى في الماتشين الشهر اللي فات اللي كان ماتشين في التصفيات مع كاب فيردي وبوتسوانا، يمكن احنا كان في اربع لعيبه مهمين جدا ما كانوش موجودين، يعني كان في منعم وكان في مصطفى محمد وكان في عمر مرموش. المدرب اللي يخاف ويمسك وهو ماسك منتخب بلد ما ينفعش يشتغلها. ليه؟ لان هو بيختار من دوله بحالها، مش نادي او ناديين. فاي لعيب مصري محلي او محترف بره جاهز ان هو يشارك زي ما انتوا شفتوا، فانا ما عنديش مشكله خالص، لكن على الاقل ان هم يادوا، مش طبعا مش بنفس قيمه صلاح محمد صلاح، ولكن لظروف اللي حصلت فكان مهم جدا اللعيبه اللي ما جت واشتغلت معاه مكانه ادت عشان يبقى محمد صلاح كسبنا هدفين، حفظنا لصلاح وكسبنا لعيبه لعبت وخدت فرصها ويكونوا متواجدين مع المنتخب بشكل قوي ان شاء الله في اللي جاي. ده شرح من الكابتن حسام حسن لكل ظروف المباراه وملابسات المباراه والكلام عن المباراه وموضوع محمد صلاح وان ما جازفش بصلاح ومنعم وقصه كلها حكاها. مبروك لكابتن حسام، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبتنا، مبروك لاتحاد الكوره، برغم ما بنقعد ننتقد في اتحاد الكوره وبنتكلم على اتحاد الكوره بس ده طبعا حاجه كويسه لاتحاد الكوره، ما تقدرش تنكر الكلام ده كله. بس انا عايز اعلق على حاجه، يعني كابتن حسام حسن زي ما حضراتكم شايفين ده مدرب مصري وطني بادي بدايه قويه جدا 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 مع منتخب مصر، يعني ارقام كتيره وحاجات كتيره اتحققت، اربع مباريات كلين شيت في الاربع ماتشات ما دخلش فينا ولا جول، اول مره تحصل ان انت توصل من اربع مباريات متتاليه اربع مكسب متتالي ان انت توصل لامم افريقيا بكلين شيت زيرو اهداف، كلها حاجات رائعه جدا جدا جدا. كان موجود قبل كابتن حسام فيتوريا، وشفنا فيتوريا وخد ملايين الدولارات. فيتوريا عمل ايه؟ ولا حاجه، جه خد ملايين الدولارات بس، ادي كل اللي عمله فيتوريا. طلع لنا لعيب واحد، يا ممكن حضرتك تقول لي لعيب طلعه فيتوريا؟ مفيش، زيرو، شفناش حاجه. راجل جه قعد اشتغل وخد فلوسه ومشي بس. لكن ايه فاد مصر بايه؟ مفيش. رحنا كاس الامم ما كسبناش ولا ماتش، اربع مباريات باربع تعادلات. ادي ميزه الوطني بقى، هو حاسس بيك وعارف ظروفك وعارف حياتك وعارف مزاجنا ايه وعارف ايه. وبرغم كده مش متساب للاسف الشديد كابتن حسام حسن، وبرغم كده ان الاستظراف على السوشيال ميديا موجود من قله، الناس دلوقتي بدات تفوق، في ناس كتير بدات ترجع تاني لمنتخب مصر وتشجع منتخب مصر وتركز مع منتخب مصر، وكل ما هنكسب ماتش كل ما الناس هترجع تتشد تاني لمنتخبنا الوطني. ده مهم جدا جدا جدا، علشان بس بقول لحضراتكم انا شخصيا، والله انا شخصيا واحد من الناس اللي بزعل جدا لما الاقي لعيبه سابقين او الاقي يعني حاجات على السوشيال ميديا. كل ده انت عشان تعمل ايه؟ شويه فيوز هتعمل بيها ايه؟ هتروح بيها فين؟ لكن ده ما ينفعش. انا شايف ده شيء رائع جدا، ومن مكسب لمكسب هنرجع نتلم كلنا حوالين منتخب مصر تاني، وهترجع تاني الماتشات منتخب مصر بالنسبة لنا تجمع وعيد وفرحة وكل ده. زي ما قلت، زي ما بننتقد اتحاد الكورة وبنتكلم على اتحاد الكورة ونقول، لكن النهاردة حقهم طبعا ان هم فرحانين اكيد. اتحاد كورة النهاردة بيصعد امم افريقيا في نهاية فترتهم وكل حاجة، لكن بيخطوا الخطوات عشان يسلم اللي بعديه تمام الامور. انت في كاس الامم، انت قربت من كاس العالم، فمبروك برضو لاتحاد الكرة. انا يمكن نسيت
اقول في الاول، لكن ده حق اتحاد الكوره برضو. زي ما بقول، زي ما بننتقد، زي ما بنيجي في الحاجه الحلوه لازم نقول عليها حلوه، ما ينفعش ان احنا نقول عليها وحشه. معايا دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. مساء الخير يا دكتور ومبروك. مساء الخير يا استاذ محمد، مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لمصر كلها، فرحه كبيره وفرحه يعني فرحه جميله، وان شاء الله باذن الله دايما منتخبنا يكون مفرحنا على طول باذن الله. فرحه مصريه خالصه، دي من ضمن جماليات اليوم، فرحه مصريه خالصه. زي ما حضرتك قلت، انا سعيد جدا بتقديمك للموضوع، وكالعاده منصف، انا سعيد جدا لنجاح اي عنصر وطني، سعيد طبعا اكثر طبعا لنجاح حسام حسن، حسام حسن وجهازه بالكامل لهم تاريخ مشرف جدا في كره القدم المصريه لما كانوا لاعبين، ايضا في مجالهم التدريبي، فبالتالي لما اضيف عنصر وطني لمنظومه كره القدم ويحقق نجاحات بكون اكثر الناس سعاده. نفسي الاقي عنصر وطني جديد زي ما هو موجود حاليا كابتن حسام، يحقق اللي حققه المرحوم كابتن جوهري، ويحقق اللي حققه المعلم كابتن حسن شحاته. طبعا ان ده في الاول وفي الاخر هقول لك المدرب المصري هو اللي حقق الانجاز، هو اللي حصل على البطوله، مش هنقول مدرب اجنبي. فانا سعيد جدا جدا بنجاح الكابتن حسام حسن أكيد. في التصفيات 4 فوز 10 اهداف، ما فيش ولا هدف الحمد لله سكنت شباكه. السعاده الاكبر كمان اللي انا دايما فخور بيها عمليه الاحلال والتجديد اللي موجوده في المنتخب. ما هو بيزعل بالكلمه دي يا دكتور، بيزعل بالكلمه دي. لا مفيش، هو بيقول تواصل اجيال، خلي بالك. تواصل اجيال، خلينا تواصل اجيال. زي ما انت بتقول اما انزل بالمعدل طبعا اللاعبين طبعا، ولاقي النهارده اسامة فيصل مباراه كامله زي ملعب فيب اساسي مباراه كامله، الاقي ابراهيم عادل الهدف الرائع اللي احرزه، الاقي احمد عيد المباراه الثانيه على التوالي اللي بيلعب اساسي، المباراه الاخيره الاقي خالد صبحي دخل، وخالد صبحي دخل، وكوكا دخل، ومحمد شحاته دخل، كل الناس دي لعبت النهارده. شحاته دخل، فانا سعيد جدا، الاقي حمزه علاء في المعسكر اللي فات، ده يدي مؤشر ان احنا شغالين صح، وان الراجل شغال صح، وان انت لما بيغيب عندك لاعب او اثنين او ثلاثه رغم تاثيرهم الا ان انت ما بتحسش بكده، عندك اللي بيعوض الغياب حاليا. لما بيكون عندك مشكله تكتيك جوه الملعب ما عدتش بتحس بيها في مركز المساك اللي هو اخطر المراكز، شفنا حمدي فتحي يبدا مع رامي ربيعه، شفنا مع رجوع عبد المنعم خالد بيلعب النهارده 3 باكات، وبعد كده يصاب خالد ينزل حمدي فتحي في نفس المكان. لا بقى في عندك حلول، في ابتكار، وده اللي احنا عايزينه. وزي ما انت قلت دلوقتي ان المدرب المصري بيعرف يتعامل كويس جدا مع نفسيه اللاعب المصري، بيفرق معاك امور كثيره جدا، عرفنا وعارفينه وفهمنا وفاهمينه، والدنيا بتبقى قريبه، عكس اللي بيجي ياخد الاف الدولارات ويمشي وما بنستفدش حاجه، ما عملش حاجه. انا يعني انت ممكن تتفق معايا، كل الشكر اللي من سبق كابتن حسام، سواء كان مستر فيتوريا او مستر كيروش ومن قبلهم كوبر، كل واحد حقق اللي كان يعني شغال عليه. لكن انا بقالي فتره ما كنتش بحس بكره القدم الجماليه للمنتخب المصري، ما كانش بيبقى عندك الحلول اللي بتبقى موجوده في الملعب، كنت دايما بتلعب صح. على طول اللي انا برمي الكابتن صلاح قدام، دلوقتي لا بقى عندك، ما عشان انت مركز على 14 15 لعيب بس، انت مش عارف غيرهم، فانت بتشتغل لغايه ما تخلص عليهم، بعد كده نبدا من جديد. احنا دايما كنا نقول الفريق الكويس اللي بتبقى دكه البودره بتاعته تقيله، نفس الكواليتي اللي موجود جوه الملعب، فده الحمد لله بقى عندك حلول. محمد هاني غاب، عيد خد حمدي بقى موجود في الطرف، لا بقى عندك حلول وعندك ابتكارات، ولسه الدوري لو ودى برضه الراجل بيتابع كل المباريات، وقال قبل كده ان باب المنتخب مفتوح للجميع. وانا اعتقد الماتشين اللي جايين اللي هم في الفيفا ديت في 11، سواء مع الراس الاخضر او مع بتسوانا، هنشوف حاجه تانية جديده برضه، هنشوف حاجه مختلفه برضه، وانا متاكد من دي والله. ويقدم اسماء جديده للمنتخب، هو دايما بيحب التحدي، على كابتن حسن وجهازه وكابتن مرام بيحبوا التحدي جدا جدا زي ما انت عارف، وهم بيلعبوا انا اسف لفظ كانوا بيغلوا عشان المكسب، وعشان يعني الهزيمه دي مش وارده عندهم، لا بالزبط. انا بنزل عيني على المكسب باي طريقه بالزبط. فان شاء الله ده اللي موجود عندنا في منتخبنا دلوقتي، والروح جميله جدا جوه المنتخب، فالقادم هيكون افضل ان شاء الله. انا عارف يا دكتور، انا سعيد جدا بتجربه كابتن حسام، لان انا رحت المغرب وشفت تجربه وليد الرجراجي، وشفت مدى الدعم، وشفت التخطيط اللي شغال بيه، والدعم اللامحدود اللي شغال بيه. الله، طب ما احنا عندنا كابتن حسام اهو، وقلت مع احترامي لوليد الرجراجي، ما اقدرش انكر اللي عمله في الكره المغربيه ووصولهم لسيمي فاينل كاس عالم والكلام ده كله، لكن عندنا كابتن حسام ده نجم النجوم، يعني كان نجم بجد. طب ما ندعمه ونقف جنبه ونسنده،
احنا محتاجين ليه لا ليه لا عندنا مش في ناس برضو بعض عنده مشكله ان نجاح حسام حسن هي مسبب له مشكله. انا مش فاهم ليه كده. ليه يعني انا بتساءل زي حضرتك ما بتقول، يعني النجاح ده هينسب لنا كلنا كمصريين لمصر، هتبقى راسي مرفوعه. انا ده انا المفترض، انا لما بلاقي اسمين ليا بينجح لازم ان انا ادفع بيه لقدام كمان، لان نجاحه هيعود بالنفع عليا، هيدي دفع للمدرب المصري اللي هو اشتغل في كل المنتخبات. ممكن صح. نلاقي زي ما طارق مصطفى بكير اثبت تجربه نجاحه في المغرب في تدريبه للفرق المغربيه. لا ده اللي احنا محتاجين. أكيد. انا لما بلاقي المدرب التونسي موجود في الدوري الليبي وموجود في دوري القسم الثاني اللي هو في السعوديه، طب احنا كمصريين فين؟ يا جماعه لازم احنا نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا، شهاداتنا على طول، دوراتنا مستمره باستمرار، ندفع ببعض وناخد بايد بعض ولازم نحب بعض، لان النجاح مع قر مع حاجه في القلب عمره ما هيتحقق لك. النجاح بيجي من خلال الترابط، من خلال التكاتف، من خلال احنا ندفع بعضنا البعض. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه ان شاء الله. دكتور ايهاب، رغم ان خلاص يعني الفتره بتاعتكم او شكت على الانتهاء خلاص، يعني بقى فيها شهر ونص، لكن برغم كده برغم ان احنا انتقدناكم كتير في مواقف كتير لاتحاد الكوره، بس واجب اليوم النهارده نقول لكم مبروك. الحاجه الحلوه ما يتقالش عليها وحشه، لا طبعا، لا واجب ان احنا نقول النهارده لاتحاد الكوره مبروك الصعود لامم افريقيا. هقول لحضرتك حاجه ودايما بقولها، اي واحد في اي مكان عمل عام او خلافه، واي مجلس من المجالس واي مؤسسه من المؤسسات، هتلاقي فيها ايجابيات وهتلاقي فيها سلبيات. ده امر مفيش حد ابدا يقدر ينكره ولا يختلف عليه. ليك ايجابياتك، ايوه موجود ايجابيات، عندك سلبيات، اكيد عندك سلبيات، لان كمان ما فيش انسان كامل، كمان لله سبحانه وتعالى وحده زي ما حضرتك عارف. يعني انتقدنا كتير، لكن الحمد لله برضو انا ما زلت مصمم على ان في شغل على ارض الواقع تم. ما انا عندي الانتخابات العمريه المختلفه، عندك دلوقتي منتخب 2005 موجود اللي هو هيبقى للمنتخب الاولمبي، عندك منتخب 2007 مع كابتن اسامه نبيه موجود، منتخب 2008 مع الكابتن احمد الكاس موجود، منتخب 2009 مع الكابتن حسين عبد اللطيف موجود، منتخب 2010 مع الكابتن وائل رياض موجود. فده امتداد، ده الشيء اللي احنا اللي جيل يطلع لجيل وتبني منه للمنتخب الكبير. مش شرط ان انا في كل المنتخبات اللي فاتت العمريه اللي انا احصل على بطولات، لا انا عاوز لما يطلع لي، لو طلع لي من منتخب وصل كاس العالم ده شيء يحسب وده شيء جميل جدا، لكن خدت من منتخب 2 3 ومنتخب 2 4 ينضموا بعد كده للمنتخب الاول زي ما حصل مع المنتخب الاولمبي، ده هيبقى نجاحنا. لكن الحمد لله انا شايف يعني لسه مخلصين دوره وديه في الاسكندريه لمنتخب 2007 و8، شارك فيها منتخب روسيا لمواليد 2007 و8 والمنتخب الكويتي، وكانت دوره وديه على اعلى مستوى، استفاد منها كابتن احمد الكاس اللي عنده تصفيات شمال افريقيا الشهر القادم في المغرب اللي مؤهله لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله، عندنا مستر ميكالي 2005 هتبقى هنا في السويس. فده يعني احنا شغالين على المنتخبات، وده تطوير المنتخبات ده امر مهم جدا، اشتغلت على المدربين. يعني حضرتك بتكلمني على تطوير المنتخبات وبتكلمني على المنتخبات، هل اتحاد الكره خد خطوه فيما الموضوع اللي ذكر في الاعلام الايام الاخيره دي واللي اكتشفه الكابتن علاء نبيل بخصوص ان في لعيبه اعمارها مش تمام في منتخب 2008، حوالي 7 أو 8 لعيبه، هل اتحاد الكره كان ليكوا يعني رده فعل على الموضوع ده؟ لان الموضوع ده خطير جدا. بص يا فندم، احنا اللي عملنا التحليلات. ليه؟ اقول لحضرتك، احنا لما بنروح نشارك في اي بطوله افريقيه في الاعمار الصغيره، الاتحاد الافريقي بيعمل لك الصوره اللي هي بتحدد. حصلت معانا قبل كده مع كابتن محمد عمر، انت انا فاكر كويس. احنا قبل ما نروح للاتحاد المصري هو اللي بيعمل الصوره لكافه لاعبي المنتخب، يعني مش دي مش احنا اللي احنا فوجئنا بيها، لا ده احنا اللي عاملين الصوره لكل المنتخب، عشان قبل ما نسافر لازم نعمل مره واثنين بالظبط، لما يتعمل هناك ممكن النتائج تتلغى. فالاتحاد المصري هو اللي عمل ده. اوكي. اللي احنا فوجئنا اللي فيه لاعبين، لا احنا لما عملنا طلع 7 لاعبين، تم التحليل مره ثانيه، 4-3 منهم طلع سليم، في ثلاثه والاربعه التانيين هيجرى لهم التحليل مره ثانيه ان شاء الله بكره او بعده بالكثير، ده بالتنسيق مع الدكتور محمد ابو العيال طبيب المنتخب الاول. تمام. ربنا ييسر ان شاء الله، طلعت اعمارهم تمام، هيشاركوا هيكونوا موجودين، مش موجودين طبعا هيستبعدوا من المنتخب. لكن انت ما تقدرش تحكم العمليه السنيه في الناشئين، انت بيجي لك زي ما حضرتك عارف يعني عيد ميلاد سليم، فانت كنادي بتسجل. لكن بس هي النقطه يا دكتور، الانديه لازم تغير معتقدها، ده طفل او قصه ياخد دوري 2008 ولا ياخد دوري 2007، ايه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده اصلا بره، مفيش الكلام ده كله، يعني ان انت تزور عشان تاخد دوري، معلش انا اسف بقى في اللفظ، هي دي الحقيقه، عشان تاخد دوري ولا عشان تطلع تاني، لا يعني مش منطق.
مش لا لكن انا باكد لحضرتك احنا اللي واخدين الخطوه اللي احنا اللي بنحلل وبنعمل الاسفاره لمنتخبنا قبل ما نسافر مره واثنين عشان لما بتسافر ما عادش فيها تجربه لان لو جالك اي حاجه هناك خلاص بتستبعد من البطوله وتلغى نتائج. هي اللعيبه دي من انديه الدوري ممتازه دكتور ايهاب؟ في بكل ما كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه الدوري ممتاز لكن زي ما بقول لك المره الاولانيه كانوا سبعه في الاختبار الثاني طلع ثلاثه سلام منهم فاصبحوا اربع لاعبين دلوقتي هيجرى لهم الاختبار مره ثانيه بكره خلينا الاول ما نسبقش الاحداث ممكن خلينا نشوف ثلاثه سلام نطلع الاربعه دولت برضو ربنا المستعان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لفتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر الانتخابات 10 ديسمبر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله فكرت ولا لسه؟ والله لسه لغايه دلوقتي زي ما بقول لك احنا قدامنا فتره يعني احنا لسه النهارده بنتكلم 15 النهارده طب خلاص ده النهارده احنا بقينا 16 خلاص قدامك 25 يوم 24 يوم فتره زمنيه برضه تقدر ان انت يعني تقف على ارض الواقع وتكون ارض صلبه وربنا المستعان ان شاء الله باذن الله دعوة. ان شاء الله ان شاء الله دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره انا بشكرك شكرا جزيلا ده كده خدتكم كده بس بسرعه مع المنتخب لان انا ما ينفعش غير الصح هو منتخب مصر اولا والصح ان انت لازم ترصد كل الموضوع سيبكم من الهيصه والبتاع والكلام ده صح منتخب مصر رقم واحد دي حاجه يعني انا اعتقادي كده ان لازم منتخب مصر فكنا لازم نتوقف مع منتخب مصر وياخد منتخب مصر حقه وجهازه ولعبته وكل حاجه بعد كده بقى نبدا نتكلم في الموضوعات الاخرى. النادي الاهلي اعتمد خلال اجتماع اليوم برئاسه الكابتن الخطيب تشكيل مجالس ادارات شركه كره القدم والمنشات والخدمات الرياضيه والتي انتهت مده مجالس ادارتها بعد مرور 3 سنوات على تاسيسها. كابتن الخطيب عرض على المجلس التطورات التي حدثت واستعرض الكابتن الخطيب اعتماد الجمعيه العموميه للشركات الثلاث. شركه الاهلي لكره القدم برئاسه ايمن فتحي حسين ونائب للرئيس أحمد شمس عضوية أحمد حسام عوض وعضوية وائل زيادة. شركة الأهلي للخدمات الرياضية الطيار محمد منار عنبة رئيسا وائل الدمرداش عضو لمياء مختار عضو وخالد شاكر عضو. شركة الأهلي للمنشآت الرياضية تامر ناصر رئيسا حازم هلال نائب رئيس عبدين إبراهيم عضو أحمد مسعود عضو وكامل إبراهيم عضو. أيضا النادي الأهلي دعا لعقد جمعية عمومية عادية عن العام المالي 2023-2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم لاعتماد جدول الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024. نروح لأخبار فريق النادي الأهلي بقى واستعداداته للسوبر الإفريقي السوبر المصري إن شاء الله اللي هيكون في دبي من 20 أو في أبو ظبي بالتحديد من 20-24 القادم. مارسيل كولر يعني طاهر محمد طاهر واخد تفكيره الفترة اللي فاتت دي كلها. هو شايف إن طاهر بيتطور. كولر شايف إن طاهر بيتطور، مستواه بيتطور. معاه مع أسلوب لعبه مع شغله. فشايف يعني زي ما بنقول إيه كده بلغة الكرة واخد عينيه. يعني طاهر محمد طاهر واخد عينين كولر. والنهارده كان في تراي ماتش كده عمله طاهر بشكل جيد جدا. بشكل جيد جدا. سجل اكتر من هدف هتقول لي ده ماتش بين الفرقتين انا بقول لك على اللي حصل. انا بقول لك على اللي حصل. ونفذ الفكر اللي طلبه منه مارسيل كولر بالتحديد. مارسيل كولر في اجتماع من اجتماعاته مع لجنة التخطيط استفسر عن حاجتين مجرد استفسار هو الراجل مش عارف استفسر عن اللعيب ناصر ماهر فتبلغ ان ده كان اصلا لعيب في النادي الاهلي والنادي الاهلي استغنى عنه. من اللعيبة اللي استفسر عنها برضو استفسر عن رمضان صبحي نفس القصة برضو كانت الاجابة ده كان لعيب في النادي الاهلي وهو مشي راح نادي بيراميدز فكانت
من ضمن الاسماء اللي هو سال عنها ليه؟ لان شاف ان في تصميم ان الاهلي يعقد او يعمل تعاقدات يعني قبل يوم 25 قبل غلق باب القيد. فهو من وجهه نظره شايف كلاعيبه محليه الاثنين دول لافتين انتباهه فاستفسر فقالوا له لا ده ما ينفعش وده ما ينفعش، ده مشي من الاهلي وده مشي من الاهلي، فده مش هينفع وده مش هينفع. فده كان الرد على مارسيل كولر ان مشكلته ان هو غير مقتنع حتى لو حصل تعاقدات. هو ده وارد جدا ان هيحصل في الفتره اللي جايه دي تعاقد او اتنين يعني منهم واحد اجنبي لكن ممكن تعاقد واحد محلي. لو هو ما عندوش قناعات ان شايف ان كل اللي عنده افضل من اللي بره. دي قناعات مارسيل كولر لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي. هو مش منفتح على الموضوع لان شايف امكانيات لعيبته اعلى من المستويات اللي موجوده بره. حتى على مستوى خط الهجوم وعشان كده هو كان مصمم على ايه؟ على مهاجم اجنبي لكن هو بالنسبه له اللي موجودين في الدوري المصري لا اللي عنده احسن. وانا بقولها لحضرتك اهو دلوقتي النادي الاهلي انت السنه دي وسام ابو علي هيشوف منافسه غير طبيعيه من كهربا. خدوها مني الكلام ده وعلى مسؤوليتي. وسام ابو علي كهربا هيدبدب جامد جدا السنه دي. وهيبقى شكل من اشكال الاداء اللي عمله كهربا السنه اللي قبل اللي فاتت دي. هترجع تاني لكهربا. على فكره السنه اللي فاتت هو كهربا ما كانش وحش. ده كهربا من اكتر اللعيبه عامله اسيست في الدوري السنه اللي فاتت. بس هي قصه ان وسام ابو علي جه وفرض نفسه وفرض شخصيته على الفرقه وفي اقل من نص موسم جاب 18 جول والقصه دي هي اللي. لكن كهربا عمل بس طبعا مش بمستوى السنه اللي قبل اللي فاتت. انا بقول لك اهو كهربا السنه دي هيدبدب ورا وسام بقوه وهيكون ليه دور مؤثر جدا جدا مع النادي الاهلي. بيشتغل بشكل كويس جدا بشكل مختلف جدا. ما تقعد تتكلم حد الكرة بقت في ملعب كهرباء أو في ملعب كهرباء. وأنا بقول لحضرتك الكرة في ملعبه أو في ملعبه. يعني هو دلوقتي ما يلومش لو حصل حاجة غير نفسه بس هو مش هيلوم نفسه السنة دي. مش هيلوم نفسه السنة دي. كهرباء السنة دي هيبقى يعني شكل مختلف خالص زي ما بقول لحضرتك كده مستوى السنة اللي قبل اللي فاتت. فاكرين جول الهلال والجوال اللي جابها والكلام ده كله وكان واحد من هدافين الدوري هتشوف كهربا ويمكن أحسن كمان في الموسم اللي جاي. ما تنساش كهربا عليه ضغوط كبيرة. وسام رقم واحد إن وسام لعيب كبير ومهاجم كبير جدا ولو الأهلي جاب مهاجم فأنت بتضغط أكتر لأن أنت كهربا مش حطه في حتة اللي هي مكانه الرئيسي ناحية طرف شمال. هو ده مكانه الرئيسي اللي احنا شفناه وعرفناه كان طرف شمال. فمن ساعة ما جه النادي الأهلي وهو بيلعب في حتة مركز الفيرود فخلاص هو ده كولر حطه في الحتة دي فخلاص هو ده كهربا. فأنا بقول لحضرتك السنة دي هتشوف موسم مميز جدا جدا من كهربا. مين اللي بيفوق أو بيشتغل على نفسه بشكل قوي جدا؟ إمام القرصة اللي اتقرصها الفترة اللي فاتت يبدو إنها فوقته. ما حدث من إمام في الفترة الأخيرة من انضباط والتزام وشغل داخل النادي الأهلي خليك تعرف إن هو لأ ده فاق لنفسه. وقرصة كابتن حسام حسن باستبعاده من المنتخب هي دي اللي فوقت إمام أكتر. إمام كان محتاج كده. إمام لعيب كبير محدش يختلف عليه، لعيب مؤثر لكن كان يعني الدنيا كده خطفته شوية. لكن أنا بقول لحضرتك برضو من اللعيبة اللي شغال على نفسها بشكل قوي جدا. كولر بلغ لجنة التخطيط في النادي الأهلي برغبته، ده بناء والله على الكلام اللي لسه قايله لحضرتك دلوقتي، برغبته في تأجيل ملف الصفقات المحلية. هو بلغهم هو الصفقات المحلية ما عندوش أي قناعات بيها. وأكد كولر إنه بيرغب في تدعيم الفريق لو النادي يعني النادي الأهلي مصمم على التدعيم قبل يوم 25 يبقى بمهاجم أجنبي. مهاجم أجنبي بس. خلي بالك هو كولر لغايه دلوقتي ما استفادش من رضا سليم حاجه. هو ما استفادش من رضا سليم خالص. يعني عنده لعيب كويس جدا وامكانياته عاليه جدا بس هو ما استفادش منه. هو بيديله تلت في 10 يا ما يديلوش خالص يا يديله 25 يا ما يديلوش خالص وهكذا.
لكن ده لو اداه عمل له استمراريه وضغط عليه واداله هيلاقي يعني كواليتي لعيب كويس جدا. فعشان كده انا بقول لحضرتك ان هو مازال الراجل حتى هذه اللحظه غير مقتنع بصفقات محليه خالص. كلام بقى على فلان وفلان مش عايز اقول اسماء، هو ما عندوش قناعات بالقصه دي خالص. طيب حصل كلام على يوسف ايمن، بس في عقل ربنا مديله، طلع خبر ان هقوله لكم بصراحه يعني، طلع خبر او طلع كلام اتقال ان كولر مش عارف مش عايز يوسف ايمن، وان هو مش راضي عن مستواه وعن ادائه و و و. طب انت بعقلك هل يعقل عندك بطوله بعد 6 7 ايام هتطلع تقول الكلام ده؟ لا يمكن. واللعيب انت حاطه في القايمه، انت كمان عارف لو استبعدته من القايمه هنقول خلاص ده كده موضوع منتهى، لكن ده انت حاطه في القايمه. فهل يعقل ان خبر زي ده يطلع في هذا التوقيت او كولر يقول الكلام ده في هذا التوقيت؟ مش مقنعة بصراحة، مش مقنعة خالص. بالتالي مصدر في النادي الأهلي قال ليس من المنطقي أن يطلب كولر هذا الطلب والأهلي أمامه بطولتين متتاليتين خلال 10 أيام. وقال المصدر أن يوسف أيمن بينتظر الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق في المباراة الرئيسية. هتقولي ما قلتلناش اخبار عن اشرف داري، اشرف داري زي الفل، مفيش اي حاجه خالص، كدمه حصلت، خافوا لا يبقى فيه اصابه، خرجوه من التمرين امبارح، حصل النهارده اشعه وتمام، الامور زي الفل، شارك النهارده مفيش اي مشكله، اشرف داري متواجد بشكل طبيعي. نروح للزمالك. الزناري ودونجا تدريبات تاهيليه. هل دونجا هيبقى موجود في السوبر؟ لغايه دلوقتي ما تحددش. مين ممكن يبقى البديل؟ هيبقى يا شحاته يا زياد كمال. اقرب اثنين طبعا، هو مفيش غيرهم انهم متواجدين. الزناري عنده تاهيل، اما دونجا فاشتغل في الجيم النهارده عشان الالام اللي عنده في او الاصابه اللي عنده في العضله الخلفيه. كانت في جلسه النهارده جمعت ما بين عبد الله السعيد بين عبد الله السعيد وبين جوميز، قعدوا شوية كده مع بعض، قعدوا يعني طلب منه شوية طلبات اللي هي بتتقال للكابتن، اللي بتتقال للكابتن كابتن الفرقة في الفترة اللي جاية ودور عبد الله في الفترة اللي جاية مع الفريق. جوميز بعت رسالة للاعيبة نادي الزمالك قبل ما ينزلوا التمرين، قال لهم نحن نسير في الطريق الصحيح، احنا ماشيين في الطريق الصحيح. وقال الزمالك بيستعد لبطولة جديدة، علينا أن نكون في قمة التركيز، نحن في الطريق الصحيح وبمجهودكم سنصبح أفضل يوما بعد الآخر. بقول لكم جوميز بيحظى بحب اللعيبة جدا جدا جدا، شاطر نفسيا قوي، شاطر في الحتة النفسية وأنه يقرب من اللعيبة بشكل كويس جدا، اللعيبة بتحبه، دي في حد ذاتها تبقى حاجة رائعة جدا لما يبقى في علاقة كويسة جدا ما بين اللعيبة والمدرب. جوميز شاطر في الحتة دي، وجوميز الانتصارات اللي حققها هي اللي ساعدته على ان الحتة دي تبقى ماشية معاه بشكل مهم جدا في نادي الزمالك. كابتن عبد الواحد السيد طار للإمارات النهاردة عشان يطمئن على كافة الترتيبات بقى بعثة نادي الزمالك بالنسبة بقى للفندق والتدريبات والكلام ده كله قبل مباراة بيراميدز اللي هتكون يوم الحد إن شاء الله بإذن الله. الزمالك هيطير يوم الخميس، الزمالك كان هيسافر يوم الخميس بطيارة خاصة الساعة 2 الظهر. جوميز قال لك لا أنا عايز أسافر 10 الصبح وأقدم ميعاد السفر 4 ساعات، هو كان الزمالك هيطير 2 لا هو خلاها 10 الصبح، وعلى فكره بخلي التدريبات كمان بالنهار علشان اللعيبه تتعود ان يعني بيتقال ان في التوقيت ده ابو ظبي بتبقى رطوبه عاليه سنه والحاجات دي كلها، فهو عايز اللعيبه تتعود على الاجواء دي قبل مباراه بيراميدز، لان الطلب اللي طلبه نادي الزمالك ان المباراه تبقى 5 و5 بدل من 4 و5 اترفض، فخلاص الماتش هيتلعب 4 و5
بين الزمالك و بيراميدز. عندي موضوع لطيف جدا، يعني عندي موضوع حلو قوي. لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم قامت بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداري الأندية المشاركة في الدوري المصري. اللي قام بالدور ده الكابتن إبراهيم نور الدين. الكابتن إبراهيم نور الدين اللي هو إيه؟ المدير الفني للجنة الحكام. والكلام ده كان في مقر اتحاد الكرة استعدادا لبدء المسابقة. إيه الفكرة إن أنا أجيب إداريين الأندية، أندية الدوري الممتاز، وأقعد أشرح لهم تعديلات القانون الجديد عشان الاعتراضات، عشان الحكم ما يطردش؟ كابتن إبراهيم مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، على حضرتك وعلى فريق العمل وعلى السادة المشاهدين. النهارده دي جديدة، إن يعني جديدة إن أنت تجيبوا إداريين الأندية الدوري الممتاز وتقعدوا تشرحوا لهم تعديلات القانون. إيه الفكرة؟ وجات إزاي الفكرة؟ وهدفها إيه؟ طبعا هو اولا احتراما للانديه، واحنا عملنا الندوه ديت لانديه دوري المحترفين قبل الموسم ما يبدا. تمام. واحنا اجتمعنا للساده الاداريين النهارده عشان خاطر ننسق معاهم، نقول لهم بعض التوضيحات والتعديلات اللي اتطرقت على قانون كره القدم. وهم هيبقوا مشاركين فيها بالنسبه لما يخص التبديل الاضافي. تمام. لو لجنه المسابقات اقرته فهم هيبقى ليهم دور، وبعدين بدأنا ننسق معاهم ان احنا هنروح نزورهم ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن من كل ناديين متقاربين او من محافظه واحده، عشان دي الوقت بعد السوبر عشان نشرح للعيبه والاجهزه الفنيه التعديلات، عشان خاطر نحاول نحد من الاعتراضات او نحد من اثاره الجدل في بعض الحالات الجدليه، لان القانون بقى فيه تعديلات. يعني ايه كابتن ابراهيم، ايه ابرز التعديلات دي؟ ابرزها ايه لا مثلا؟ لا ده موضوع يعني الموضوع ما اعتقدش ان هو ينفع في اوكي انت عايز تيجي وتشرحه يعني عشان يبقى واضح للناس يعني، لكن لا مفيش حاجه مميزه او حاجه مهمه جدا. هو اكتر حاجه مميزه لسه ما نعرفش بقى لجنه المسابقات هتقررها مع الانديه ورابطه الانديه ولا لا. لحد الان ما وصلناش الخبر اللي هو التبديل الاضافي. لو في لاعب جاله ارتجاج في المخ، اصابه يعني ارتجاج في المخ، انت عارف ان كل لاعب مسموح له بخمس تغييرات، خمس تغييرات من البدلاء المتواجدين. التغيير ده ممكن يبقى التغيير الثالث لو لاعب جاله ارتجاج، ففي تبديل اضافي، فالاداريين هيبقوا مشاركين فيه طبعا، وفي طبعا تعديل برضه وتوضيح في بعض مفاهيم كرة القدم في تنفيذ ركلة الجزاء، وفي شارة الكابتن لازم بقت إلزامية دلوقتي. فحاجات كتير كده يعني. تمام. أنا كنت عايز بس إيه أبرزها، لكن أنا عايز عملته حاجة حلوة ودي عجبتني جدا، إن أنتوا أسندتوا بعض المباريات في دوري المحترفين ألف لحكام من الدوليين الكبار اللي رايحين يحكموا في السوبر، ودي حاجة كويسة جدا عشان يبقى رجليهم في الملعب بدل بقالهم فترة طويلة تدريبات ومعسكرات وبتاع، لكن لما ينزل الملعب تبقى حاجة تانية، ودي حاجة كويسة. ده حقيقي، وبشكر حضرتك على الإشادة. ولعيب الكورة زي الحكم، والحكم زي لعيب الكوره لازم يكون موجود بصفه مستمره. ده صح. احنا مسافرين بطوله كبيره ولازم الحكام يبقوا جاهزين، ولازم لما يتم الاختيار ما يتمش الاختيار بالتاريخ، يتم اختيار بالاجهز والافضل في الفتره اللي موجوده. صح. عشان عايزين نظهر بافضل شكل ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله التحكيم يرجع لمكانته في نظر الاعلام والجمهور والانديه، ونستغل حاله الثقه والرضا اللي ما بين المسؤولين والدعم لا محدود اللي احنا شايفينه الفتره ديت، ان احنا نثبت اقدامنا وان شاء الله نواثق في الرجاله ثقه عمياء ان هم يعملوا بطوله كبيره ان شاء الله. اكيد حكامنا كويسين وحكامنا قدها، والاسماء اللي رايحه حكام كبيره جدا، لكن نتمنى ان يلقوا الدعم ويلقوا المسانده من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام، وعلشان يأدوا بشكل كويس، عشان سواء امين عمر، سواء احمد الغندور، سواء محمد معروف، الناس اللي رايحه، وكابتن بنا، ده بتكلم على حكام الصفاره طبعا يعني،
لكن محمود ابو الرجال بقى واحمد حسام عوض والناس دي طبعا ناس دوليه برضو، وسواء برضو كل الحكام اللي رايحين، فانا اللي بطلبه انكم تدعموهم تسندوهم تقفوا في ظهرهم، لان ده مهم جدا الحكم يبقى نازل الملعب والناس في ظهره. طبعا كل الدعم ليهم، واحنا ان شاء الله من بكره في ان شاء الله تدريبات جماعيه للطقم اللي مسافره، وان شاء الله كل الدعم، وان شاء الله يعملوا بطوله تشرف مصر والتحكيم المصري، ومكانتهم كبيره في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، كلنا شفناهم كانوا ادوا اداء متميز وحسنا عليهم في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وان شاء الله تبقى دي بدايه التصحيح ان شاء الله، وان شاء الله موضوع تجربه الحكم الاجنبي ما تخشش مصر تاني، كله متوقف على نجاحنا وتوفيق ربنا ان شاء الله. هو انا سمعت كده حد همس في ودني كده، بس انا مش متاكد صح ولا غلط، قال لك لو حصل ان المباراه النهائيه بقت اهلي وزمالك من الممكن استخدام حكم اجنبي، ده انا مش متاكد من التصريح بس جالي، الكلام ده صح؟ احنا بقى متفقين يا استاذ محمد دايما باستمرار ان انت من العالمين الكبار، احنا بنشتغل في منظومه والمنظومه بيرأسها مجلس اداره اتحاد الكوره، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله البطوله تكمل على من مباراه الافتتاح حتى المباراه النهائيه باذن الله، اللي انا اتمناه ان شاء الله ان التحكيم يبقى مصر ان شاء الله باذن الله ويجيد، وان شاء الله يعني نظهر بمظهر لائق ان شاء الله. حددتوا الاطقم ولا لسه لما تروحوا هناك بقى تحددوا؟ لا يعني لسه الكابتن محمد فاروق والدكتور عزب حجاج ما انا بتكلم عليكم كلجنه، يعني مش بتكلم على الكابتن ابراهيم نور الدين لوحده، بتكلم كلجنه حددته بصيغه الجمع، يعني ان في بشكل كبير المجموعه اللي هتسافر شبه اتحددت، لكن تسكين المباريات لسه ان شاء الله لما نوصل الامارات ان شاء الله بالسلامه. طيب اركن ده على جنب كده، هل الكابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام هيترشح لانتخابات اتحاد الكره الجايه، ولا الموضوع ده مش في دماغك وهتكمل كمدير فني لاتحاد الكره؟ مدير فني لجنه الحكام ان شاء الله نرجع من الصبر ان شاء الله ولكل مقام المقال ان شاء الله، مش توقيت اي حاجه خالص، انا كل تركيزنا دلوقتي في البطوله ان شاء الله، نحن نعمل مستوى جيد وكل شيء تدريج ان شاء الله، احنا دلوقتي عندنا مهمه والمهمه ديت بالنسبه لنا تو بي اور نوت تو بي، ان شاء الله باذن الله بعد ما نرجع ان شاء الله كل واحد يبقى في نيته حاجه يعني ان شاء الله. مش سهل انت يا كابتن ابراهيم، ماشي خلينا في السوبر. بشكرك واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، تشرفوا التحكيم المصري، التحكيم المصري ادي بطوله رائعه باذن الله في ابو ظبي ان شاء الله في السوبر المصري باذن الله. شكرا جزيلا. شكرك كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني لجنه الحكام. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل جزء بقى مهم جدا 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 حول كواليس ما يحدث في النادي الأهلي في الأيام الأخيرة، وخاصة النهاردة اللي ممكن يحصل بكرة، تفاصيل كتير وكلام كتير مع زميلنا والناقد الرياضي الصحفي محمود شوقي بعد الفاصل. حجز منتخب مصر مقعده في نهائيات النسخة رقم 35 لكأس أمم أفريقيا بالمغرب بعد فوزه على نظيره الموريتاني بهدف إبراهيم عادل على ملعب شيخ ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة. الفراعنة رفعوا غلتهم إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن منتخب بوتسوانا الذي كرر تفوقه على منتخب كاب فيردي بهدف دون رد في فرانسيس تاون لأول مرة في تاريخه. ينجح منتخب مصر في الفوز بأربعة مباريات متتالية في تصفيات كأس أفريقيا منذ أول مشاركة له في تصفيات نسخة 1968. مواجهة المرابطون كانت الثامنة عموما للمنتخب تحت قيادة حسام حسن والسادسة رسميا، وواصل خلالها نتائجه الإيجابية مؤكدا جدارته بتولي المهمة الصعبة. حقق المنتخب 6 انتصارات تحت قيادة مديره الفني الوطني مقابل تعادل وخسارة واحدة في نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام منتخب كرواتيا في مارس الماضي. سجل المنتخب 16 هدفا تحت قيادة جهازه الفني الوطني
بمعدل هدفين في اللقاء الواحد، واستقبلت شباكه 6 أهداف بمتوسط نصف هدف في كل مباراة. لم تهتز شباك المنتخب على مدار 408 دقيقة، منها 4 مباريات متتالية في تصفيات أمم أفريقيا، بالإضافة ل 48 دقيقة أخرى قبلها في مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم. تصدر محمود حسن تريزيجي قائمة هداف المنتخب تحت قيادة حسام حسن برصيد 5 أهداف وبفارق 2 عن محمد صلاح، وتساوى إبراهيم عادل مع رامي ربيعة برصيد 2. برحب بحضراتكم بعد الفاصل، وتابعنا تقرير فوز منتخبنا الوطني على المنتخب النهاردة، منتخب موريتانيا 1-0، صعودنا رسمي لنهائيات أمم إفريقيا. خليني بقى أرحب بزميلنا وصديقنا الصحفي محمود شوقي. مساء الخير. مساء الفل يا استاذ محمد، ازي حضرتك، اخبارك؟ كله تمام والله، كله زي الفل الحمد لله. مبروك، فوز مهم طبعا والتأهل مستحق. نستحق. منتخب مصر يسير بشكل كويس، حتى لو البعض يعني مترصد شويه، بينتقد شويه، بيهاجم احيانا. المزاج العام بالنسبه لمنتخب مصر مش ثابت. المزاج العام بالنسبه للجمهور؟ بالنسبه للمنتخب، تجاه منتخب مصر. تجاه منتخب مصر. ممكن فكره انه مدرب وطني شويه هو اللي على راس القياده الفنيه في منتخب مصر مغير الصوره شويه. طب احنا جربنا الاجنبي. بالظبط، من هاجي النقطات الاجنبي دي. وبصراحه شديده، خلينا نتكلم بشفافيه اكتر وبصراحه ووضوح اكتر. لا، حسام حسن بيتعرض لضغط غير طبيعي. وربما يكون هو نفسه سبب في هذا الضغط. ليه؟ تصور. ليه؟ يعني انا متعاطف جدا مع حسام كمدرب، وشايف ان هو يقدر يروح منتخب مصر لمدى ابعد. لكن احيانا مع بعد كل هدوء يطلع حسام. تصور معايا كده، لو الهدوء ده استمر وحسام ما طلعش يتكلم، خلاص انتهت نص المشكله. هنا لازم المحبين لحسام نفسه ينصحوه بده، لانه نصيحه المحب يا استاذ محمد تختلف تماما عن نصيحه الكاره. صح. او الحاقد. صح. او المترصد. صح. لازم اللي بيحب الكابتن حسام حسن، هو مدرب كبير وصاحب تاريخ عظيم كلاعب كوره، وبادئ بدايه كمدرب رائع مع المنتخب. طبعا رائع طبعا. وعشان هنا كده لازم نسال سؤال مهم، ايه الاخطاء او الجرائم الكرويه اللي ارتكبها حسام حتى يتعرض لكل هذا الهجوم؟ ده سؤال مهم، خلي بالك، غريب جدا، لانه حجم الهجوم اللي بيتعرض ليه الكابتن حسام حسن طبيعي. بصراحه شديده، يعني يتوازي مع فكره ان انت مثلا خرجت من افريقيا او من التصفيات، او انك مثلا بس من البعض، يعني البعض لما تلاقيه بيطلع ينتقده، ده بينتقده كانه خسران. بالظبط كده، ده بطريقه غريبه جدا. ده انا اقصده، تحس لحظه ما انه حسام خسر من الجزائر مثلا 5، او خسر من المغرب زي الاولمبياد كده 6. ده ما حصلش. لا طيب، يبقى لازم يكون حجم الانتقاد بحجم الاخطاء. ممكن تنتقد حسام على طريقه لعب معينه، اشراك لاعب، اختيار لاعب، وده بيحصل، تجاهل لاعب في الاختيارات في القائمه الاوليه، و و و كل ده هو حر. كمان امور نسبيه بالمناسبه، لان هو اللي هيتحاسب. بالظبط، حتى في فكره الاختلاف. طب اقول لك حاجه، مش كان في اختلاف في القائمه دي على عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد؟ مظبوط. احمد عيد هاي. بالظبط، ولعب كويس جدا احمد عيد هاي. على فكره احمد عيد بالمناسبه في قطاعات الناشئين تحت كان بيلعب، هو 2001 تقريبا كان بيلعب في منتخب 99. كان دايما يلعب في المنتخبات او في الفرق اللي اعلى منه، يعني لعب كويس. ما انا بقول لك، يعني ما انا بقول لك، برغم الانتقادات كانت على الاثنين دول، ان عدم ضم عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، لا ماشي اوكي، الاثنين لعيبه كويسين على فكره، ده مش بنقلل منه. وعمر جابر كان يستحق بالمناسبه، وعمر كمال لعيب كبير، وعمر كمال برضه. بس لكن في الاول وفي الاخر حسام حسن طلع صح. لا مش حاجات طلع صح، هنا بقى النقطه الخلافيه. ايه بقى؟ هنا عمليه نسبيه في الاختلاف، انه صح خطا، لعيب كويس، لعيب وحش، يستحق ما يستحقش، دي امور نسبيه بسيطه. ما هو احنا مش هنختلف عن ان عمر جابر لعيب كويس. بالظبط، مش هنختلف ان عمر كمال عبد الواحد لعيب كويس، بس انا كمدير فني ان انا ادفع بشاب صغير في التوقيت ده في مباريتين زي دول هيفيدني قدام اكتر. مظبوط. بس انا بقى عشان كده باكد لك ان هي عمليه نسبيه. بالزبط. لكن ايه اللي مش نسبي؟ فكره ان انا احمل مدرب عورات سنوات ماضيه. احمل مدرب فوق طاقته، او انتقد مدرب على اخطائه ما ارتكبهاش، او طول الوقت انا مترصد لشخص حسام حسن. صح. وهنا نقطه في غايه الخطوره. صح. انه احيانا تحس كده او خلاص، يعني بقت امور واضحه، انه في بعض الناس مترصده اسمه حسام مش اداء حسام. لانه في الاخر في المؤتمر الصحفي اللي فات في ماتش القاهره
قال لك اعتبروني اجنبي للي بينتقدوه. مش كله بيتكلم على اللي بينتقدوه، قال لك اعتبروني اجنبي بالظبط، انتوا ما بتتكلموش عليه بالظبط. الجلسه الوديه فاكرها اللي كابتن حسام كان عملها من فتره واثارت ضجه طويله كبيره جدا؟ ايوه انا حضرت الجلسه دي. حتى قلت له وقتها انا مش من درويشك لكني هكون في ظهرك كواحد من المنظومه في النقد الرياضي. طب وبصراحه شديده قلت لا يا جماعه، لان في بعض الاخبار تسربت ساعتها، قلت لا يا جماعه احنا عايزين نقعد مع مدرب منتخب مصر نتكلم في المستقبل، فالمفروض ان احنا نتناقش في احوال المدرب. كابتن جوهر كان بيعمل كده زمان. كل ما على فكره كابتن جوهر كان بيتعرض لانتقادات عنيفه جدا من الصحافه، بس الامور كانت مختلفه شويه، السوشيال ميديا كانتش موجوده. مش في اصلا. الامور كانت مختلفه يعني. كابتن جوهر على فكره بعد كده اتكلمت معاه في موضوعات كتير تخص النقد الرياضي والصحافه. الراجل كان ذكي جدا، وده اللي كابتن حسام لازم يعمله، انه يكسب الاعلام لصفه. صح. يقدر يعمل ده؟ يقدر. ليه؟ لان نجوميه حسام تضغو على اخطاء تسمح له بده. تسمح له بده. طيب اقول نستحق، اقول خطوه حلوه، والجميل انها بدري، والجميل ان انت دخلت مع الكبار القاره برضو، انت كبير قاره فانت دخلت مع الكبار برضو بدري. ان انت تاخد الفتره اللي جايه بقى، هو عايز يجرب، هو عايز يطلع لعيبه كتير، هو بيحب الحته دي قوي وشاطر فيها جدا، فاعتقد ان الفرصه هتسمح له الفيفا ديت اللي جاي في شهر 11 انه يعمل ده، يعني نشتغل على ده. النهارده احنا شفنا 5 لعيبه من منتخبنا الاولمبي، يعني كوكا شارك، اسامه فيصل اساسي، هو بيحب لعيبه الشباب، هو شاطر وبيدخلهم في توقيت حلو. برضو انت خلي بالك التوقيت مهم عشان ما تحرقش اللعيب، والضغط انت ممكن تحرق النفس. طب انا اقول لك حاجه، لو احمد عيد كان لعب الماتش ده النهارده ده وحش، كان ايه اللي هيحصل؟ لا ما انت سبت عمر جابر، كارثه. انت سبت عمر كمال، انت السبب، وانت وانت وانت. صحيح. لا هو عنده الرغبه وبيحب اللعيبه الشباب بطبيعته، كل الانديه اللي كمان كان مسكها كان بيحب اللعيبه الشباب. شاطر. اعتقد انه حسام حسن هيبدا يتنفس الصعداء، ولازم يا محمود المدرب يبقى عنده ريسك. طبعا المدرب الشاطر يبقى عنده ريسك. هو عنده اعتقد عنده ريسك. لا ده عنده كويس، عنده شويه ريسك حلوين. الفتره الجايه هيكون في مفاجآت في الاختيارات ان شاء الله. لكن شايف كده ان كابتن حسام حسن نفسه يعمل طريقه لعب جديده او يسرع من رتم المنتخب. صح. اتمنى ده يساعده. لكن خلينا نتكلم بمنتهى الامانه برضه عشان الجمهور العزيز اللي بيتفرج علينا. لو بصينا برضه للحجم المنافسه، صحيح المنافسه دي مش المنافسه اللي هتقابلها بعد كده. لا. بس دي مش بتاعتي. دي مش بتاعتي. انا مش بتاعتي. ده امور مجموعه اتحطيت فيها لازم اكسب. خلاص. لكن برضه مع تطور المنتخبات الافريقيه الدنيا بتختلف. لكن انا شايف ان الاختبار الحقيقي لحسام حسن كاس الامم، هو كاس الامم الافريقيه. صح. وهنا السؤال الاهم، هل يقدر حسام حسن والتوليفه اللي معاه انها تحط بصمه في كاس الامم الافريقيه وينافس لابعد مدى؟ انا في اعتقادي يقدر. ولا زي اعتبارات كتير. اعتبارات المدرب نفسه وقيمته كنجم، ودي بتفرق في افريقيا خلي بالك. طبعا ويفرق مع اللعيبه. اعتبار اخر ان هو اخر انجازاتك هتحققها مدرب وطني، كابتن حسن شحاته نذكره بالخير دايما. دايما. الاعتبار الثالث، لو بصيت على التوليفه الموجوده اعتقد مفيش احسن من كده، نجوم بتنافس على المستوى العالمي. كان عندنا صلاح بمفرده بيحلق عاليا، دلوقتي عندك واحد زي مرموش ما شاء كل الله الصحافه الاوروبيه والاوروبيه بتتكلم عليه، لعيب كره هداف البوندسليجا طبعا انت بتتكلم، ومنافسه وهيحصل عليه منافسه من انديه اوروبيه كبيره الفتره اللي جايه اكيد. واحد زي تريزيجيه موهبه في اعتقادي من اهم المواهب اللي جت في القرن الجديد ده، من 25 سنه اللي فات 24 سنه اللي فات طريقه في اوروبا. ده مكانه في اوروبا، كان يستحق ده مكانه في اوروبا ان يكون من المع النجوم في الدوري الانجليزي. صح. مش مجرد تواجد بالمناسبه، والله معاك، من المع النجوم، والله متفق معاك. تريزيجيه ومرموش وصلاح وغيرهم وغيرهم، زي حتى الموهبه الجميله ابراهيم عادل اللي حط جول. ابراهيم كلنا عارفين انه موهبه من المنتخب الاولمبي مش من الاولمبياد. لا لا لا، من كاس الامم. من كاس الامم لو تفتكر بالظبط بطولته عمل بطوله غير طبيعيه. وغيره 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 من العناصر. امام عاشور حتى ما يعود للمنتخب مصر ده موهبه مش طبيعيه. امام عاشور ككواليتي لعيب يقدر يكون من اهم نجوم افريقيا اللي جايه. لما يرجع هيرجع امام. طبعا هيرجع امام. هيرجع امام طبعا طبعا. امام عاشور هيستعيد مستواه، وحسام حسن لن يفرط في موهبه زي دي. لا هو بس من ابرز الحاجات اللي حصلت لامام في الفتره الاخيره دي قرصت ودن كابتن حسام باستبعاده من المنتخب. طبعا دي بصراحه الحاجات دي كلها بتؤثر. طبعا عارف في لاعب حسام حسن نفسه، او اكتر واحد نفسه انه هيرجع ويستعيد مستواه ويلعب اساسي عشان ياخدوا المنتخب تاني؟ قفشه. حسام حسن على فكره خده في اول تجمع. ايوه. حسام حسن يعشق كواليتي قفشه، موهبه قفشه، قدرته على اللعب والتمرير والصناعه
وصناعه اللعب او تجهيز اللعب وخده في اول تجربه بشكل كبير جدا. لا انا بقول لك على فكره كمان انه عايزه حديثه على مع اللي حواليه عن كده. ففي لعيبه هترجع المنتخب هترجع المنتخب. اعتقد ان احنا عندنا عدد كبير جدا من النجوم اللي يقدروا ينافسوا في امم افريقيا ويقدروا كمان ان شاء الله لما نروح كاس العالم ان شاء الله يكون لهم بصمه مش مجرد تواجد. تعودنا ان احنا في كاس العالم نتواجد مجرد التواجد. انت عارف واحنا قاعدين بنتكلم كده بص احنا متفائلين بمنتخبنا ازاي فرحانين بمنتخبنا ازاي طبعا. في ناس ممكن تقول لك دول بيطبلوا عادي بتحصل بتحصل طب ده المفروض بس الكلام ده ممكن يتقال لو المتكلم واحد زي حياتي ضيفك يعني لو انا كان ليا سوابق تطبيل مع عصام حسن نفسه. لكن الغريب ان انا من اكتر الناس انتقدت حسام حسن. فانت هنا انت بتتكلم على واحد لم يخسر صح. ازاي انا احترم نفسي على فكره الهجوم على شخص لم يخسر؟ مش عيب. ازاي انت تديله حقه يعني ازاي ايه الفكره نفسها؟ واحد ما خسرش بعيدا عن الخساره والمكسب. هكرر لك تاني ايه الكوارث الكرويه اللي عملها عشان اشاور عليها؟ امور عاديه خالص حتى لو حصل اخطاء بسيطه الامور خلافيه قصة يعني. بسيطه جدا وخلافيه برافو عليك وخلافيه تفترض الصح تفترض الغلط وجهات نظر وممكن عند ناس خمسه قاعدين على قهوه يختلفوا الخمسه فطالما اختلفوا الخمسه يبقى كده يعني لما جه حصل قعد حجازي وراح مرجع حمدي فتحي ورا لعب جنب منعم ما في ناس ايه مش عارف ايه بيعمل ايه بس في الاخر طلع اتأدت حلو بالظبط اتعملت حلو بشكل حلو خلاص عجبني على فكره خلاص طريقه تعامل حسام حسن مع ازمه محمد عبد المنعم طبعا طبعا بالمناسبه لو كانت عامل بشكل غير كده كنا هننتقده بالمناسبه يعني مشكله اكبر بكده الراجل كسب اتعامل بهدوء هدوء تريس احتضان لاعب صغير قد ولاده بالمناسبه بالظبط قد ولاده الراجل كان عنده تجربه اوروبيه لسه في بدايه المشوار تصور لو حسام حسن عمل اكشن مخالف مع محمد عبد المنعم اتدمر نفسيا طب عايز اقول لك حاجه في ناس وقتها قال لك منعم مش هيشم المنتخب تاني اتقال كده طب تصور ده لو حصل مع اللاعب محمد عبد المنعم كلاعب في الدوري الفرنسي كان انتهى طبعا ليه؟ لان فكره انضمامك لمنتخب بلدك بتكبرك في فرقتك بتكبرك في اي دوري بتكبرك في فرقتك وفكره كمان ان انت لاعب من اهم المواهب في افريقيا صح لما تكون كمان بتمثل منتخب مصر في امم افريقيا القادمه كاس العالم كل ده بيزودك 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 تصور لو حصل العكس اذا تعامل حسام حسن مع محمد المنعم كان تعامل مثالي تعامله مع صلاح المره دي تعامل مع صلاح هي الدنيا هديت تماما هي امور طيبه اي مشكله تعامل جميل وشيك ولطيف وجميل وصلاح كمان نجم فاهم واكيد مش هيخسر مدربه بس اللي عايز اقوله لك ان كل دي حاجات رائعه احنا بنتكلم فيها على كابتن حسام وتستحق ان تحس ان كابتن حسام بيتعامل بعقليه مختلفه بعقليه مدرب منتخب مصر عاوز يغير بعقليه منتخب مصر أيوة. سيبك بقى من مكان متعامل كمدرب في انديه لا المره دي اصل مصر منتخب مصر ده هو الكريزه طبعا. هو الحاجه الجميله طبعا مفيش اجمل من كده فانت لازم من المنصب انا بقول لك فانت لازم تبقى على قدر المكان ده وهو واضح ان هو بيتعامل بالاسلوب ده في اخطاء كده هيغيرها لكن اتمنى ده بقى النقد بقى ده كلها اشادات النقد الوحيد اللي نوجهه لكابتن حسام حسن لازم يتخلى عنه الفتره اللي جايه بعيد عن فكره الاعلام فكره التمسك دايما بالاجنده الدوليه اختراق الاجنده الدوليه ليه بقى؟ لانه المنتخبات العالميه كلها اصبحت كله ملتزم بالمنطقه دي فكره ان انت مدرب منتخب مصر عايز يومين ثلاثه والكلام ده مش هتتناسب ورغم انه بالمناسبه ان الدوري الجديد بشكله جديد ممكن يتيح شويه فكره الهدوء النسبي في ضغط الجدول لكن اتمنى ان كابتن حسام حسن يتعامل مع ملف الاجنده الدوليه وكانها ثوابت خلاص بس منتخب عارف اللي هيساعده ايه منتخب البرتغال ومنتخب مصر كلهم بيطبقوا اجنده عارف اللي هيساعده ايه محمود ايه فضل. ان انت الدوري لما يبتدي اللعيبه هتلعب اللعيبه هتبقى جاهزه عكس المعسكرين اللي فاتوا دول او الفيفا ديت اللي فاتوا اللعيبه الاول كانت رايحاله من اجازه صحيح المره دي في فتره الاعداد مظبوط بتاع شهر 11 بقى ان شاء الله في نص 11 هتلاقي الناس خلاص لعبت 3 4 ماتشات في الدوري ولعب له ماتشين في افريقيا الفرقه بتاعت افريقيا فانت هتلاقي اللعيبه رايحه جاهزه فاعتقد ان هو مش هيخش في الحته دي يعني. الحاجه الثانيه انه حسام حسن لازم وجهازه يقربوا اكتر من مدرب الانديه المصريه صح مهمه جدا وده اعتدنا عليه على فكره من مدربين كتير كابتن حسن شحاته مثلا كان ذكي جدا كان في زياره اسبوعيه او شهريه لمانويل جوزيه كان يروح يقعد مع مانويل جوزيه ويتفرج على التمرينه وبتاع احنا الكلام ده رؤيه العين يعني حصل وفي الزمالك وغيره من الانديه حصل حصل
حتى الاجانب بعضهم كان بيحرص على الزياره دي. فيتوريا اعتقد زار الانديه اللي كان بيعمل الحركه دي برضو وعملها اول ما جه على طول كيروش. وكيروش كيروش هو اللي لف لفه كبيره جدا اكتر كان اكبر جوله ده كان فظيع. لازم الكابتن حسام حسن يعمل ده، خاصه انه كابتن حسام حسن مش مجرد واحد عادي، ده نجم كمان محبوب وعلاقته وعارف لما بيبقى في ود بتتحل مشاكل كتير جدا من غير ما تطلع للاعلام بلا شك، بالتليفون هتخلص بلا شك. صح. فانا اعتقد انه دي نقطه لازم يراجع نفسه فيها اكيد، ولازم اللي حواليه ينصحوه بيها ولازم يعملها خلال الفتره اللي جايه، ويستفيد من فكره ايه بقى كمان، يستفيد من فكره النجاح اللي حصل. صح. عدم الخساره والتاهل، يكمل المشوار يكمل بنفس النهج ده. طيب مبروك لمصر، مبروك لجهازنا الفني قياده كابتن حسام، لاعيبتنا، مبروك لجمهورنا، مبروك للمنظومه كلها. ان شاء الله باذن الله هنكمل وناخد بقى الخطوات اللي جايه دي في تصفيات أمم إفريقيا، هنخلصها الشهر الجاي إن شاء الله، بعد كده هنفوق لكأس العالم إن شاء الله بإذن الله، ويبقى كأس أمم وكأس عالم، ونروح بقى إيه كأس الأمم وإحنا رايقين كده إن شاء الله إن شاء الله. طيب تعال نروح لموضوع مهم جدا عايز أسألك فيه، وهو أن النادي الأهلي قرر انعقاد جمعية عمومية يومي 28 و 29 نوفمبر القادم. مظبوط. هل في انعقاد الجمعية العمومية دي هيتم انتخاب نائب رئيس النادي الاهلي خلفا للراحل رحمه الله عليه الوزير العامري فاروق؟ رحمه الله عليه كان راجل مختلف. طبعاً. العامري فاروق كان راجل مختلف طبعا ونعم الناس. انا احب اقول اللفظ ده بالمناسبه وانا اتعمده، هو راجل مختلف لانه كان صاحب بصمه. صح. وفكر عالي جدا وكانت الشغل الاداري بتاعه كان فظيع، كان رائع. كان راجل قدير فعلا، وفرصه نترحم عليه لانه كان يستحق فعلا ان احنا نترحم عليه. هي انتخابات بالفعل على مقعد شاغر واحد. مقعد النائب و 28 29 ديت الجمعيه العموميه وفقا للائحه النظام الاساسي النادي الاهلي، لائحه خاصه بالمناسبه مش لائحه عامه. وضحها لي بقى كده. اللائحه العامه اللي بتدير معظم انديه مصر اسمها اللائحه الاسترشاديه للانديه الرياضيه. اوكي، لكن لائحه النادي الاهلي الخاصه اللي هي بتدير شؤون النادي الاهلي بتقول ايه بقى؟ هي مستمده طبعا من قانون الرياضه وتحت مظله القانون. اوكي. في مادتها رقم 36 من لائحه الاهلي، طالما في انتخابات، طالما في بند انتخاب مش جمعيه ميزانيه وحساب ختامي بس، لا في بند انتخاب، بتعقد الجمعيه العموميه خلال مده لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 45 يوم من تاريخ الدعوه. نركز بس عشان نشرح للناس. من تاريخ الدعوه. طب الاهلي لسه ما دعاش. الاهلي قرر. لسه ما دعاش. لسه ما دعاش. طب ما يبقى هيدعو خلال ايام. ماكسيموم خلال ايام ياخد يدعو ايه بقى؟ معنى ايه يدعو؟ يدعو اللي هو اعلان في النادي الاهلي على لوحه الاعلانات داخل النادي الاهلي وفي الجريده الرسميه، تمام؟ في احد الجرائد اليوميه بيعمل اعلان الدعوه، ده اعلان الدعوه المعتمد في القانون. اوكي. تعد بقى من الاعلان الدعوه ده 30 يوم حد ادنى. يعني اخر حاجه ليك 45 يوم حد اقصى. تمام؟ ما كده لو تحسبها يبقى المفروض الاهلي قبل يوم 26 قبل 27 قبل 27 قبل 10 27 انا بحسبها 27 لازم يدعو الجمعيه العموميه. بالظبط كده. تمام كده؟ طب احنا بنشرح ده ليه؟ يعني في نقطه تفصيليه مهمه اللي هي وفقا للائحه انه يحق لاي عضو مجلس اداره في النادي الاهلي حاليا الترشح على مقعد العامري فاروق في مجلس الاداره الحالي. ايوه. بس ليها شرط. ليها شرط. انه يستقيل قبل الدعوه. قبل يوم 27. ايوه. يستقيل ويروح يرشح نفسه بعد يوم 27. مظبوط كده. قبل الدعوه. تمام. مش قبل الجمعيه. قبل الدعوه. في خلط عند البعض انه خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي الحالي يحق له الترشح على منصب النائب، فالناس تقول لك ايه هيصبر وبعد كده يستقيل قبل الانتخابات. لا، يستقيل قبل الدعوه. قبل الدعوه. يعني نقطه جوهريه مهمه جدا بتحديدا قبل يوم 27 اكتوبر. بالظبط كده. لو اراد. لو اراد. لو اراد. طب ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ هل المهندس خالد مرتجي عنده الرغبه؟ ده ريسك. طبيعي. طب ليه ريسك؟ عشان نشرحها برضو للناس. ان دي جمعيه عموميه على مقعد واحد. فمش هتكون واخده الزخم الكبير. بس يبقى النائب الرئيس. بس مش واخده الزخم برضو. هقول لحضرتك ليه برضو. فجمعيه ممكن ما تكتملش لاي حامل احوال الا اذا مجلس الاهلي حاول ان هو يحشد الجمعيه العموميه. ودي نقطه مهمه جدا. طب المهندس خالد مرتجي عنده الرغبه ولا لا؟ الحقيقه ان كان عنده الرغبه، بس مجلس الاداره بشكل كامل ومهندس خالد مرتجي نفسه بعد كده ارتقوا انه خلو المنصب حتى نهايته ده شيء كويس.
احتراما لقيمه العامل الفني رحمه الله عليه، ما حدش يقعد على مكانه لحد يعني. دي وجهه الدولة. نظر المهندس خالد مرتضى، ده اللي بيتقال، ده بيتقال داخل المجلس. اوكي، دي وجهه نظر. اه طبعا. اوكي، الفكره الثانيه اللي كانت طرحت من فتره برضو، انه يتم الاستعانه بعنصر من الخارج يجي يترشح على منصب النائب. كويس؟ طب ده هيعمل ايه؟ ده هيحافظ على شكل المجلس الحالي اكتمال مكتمل. اه، لانه في نقطه مهمه برضو نشرحها، معلش الحاجات دي بتبقى تقيله شويه من لوائح وقوانين، بس لابد منها. المهندس خالد مرتجي لو ترشح على منصب النائب كده منصبه كامين صندوق اصبح خالي، يبقى كده في منصبين. ايوه كده، الاهلي هيدعو على منصبين، امين الصندوق ونائب الرئيس. طيب لو في حد عضو مجلس اداره قرر انه يخش على منصب امين صندوق، هيستقيل هو كمان، يبقى ثلاثه. بالظبط كده. اه اعتقد كده واضحه. اه طبعا طبعا، ده يعمل حاله الموضوع حاله ارتباك شويه. بس ما تقدر كابتن الخطيب في الحته دي هيظبطها. ما ايه اللي بقى هيتظبط بقى؟ كل الطرق بتؤدي الى بقاء المجلس على ما هو عليه، يظل المهندس خالد مرتجي امينا للصندوق. وكان الفكره القديمه ان يجي نائب، تم طرح اسم المهندس مصطفى مراد فهمي. وبالمناسبه ده الاسم الوحيد تقريبا اللي كان عليه توافق. طبعا. لدرجه ان المهندس خالد مرتجي قال في الجلسات بتاعته كده ان ده لو جه تعظيم سلام. قال كده. اه. يعني مفيش خلاف عليه. مفيش خلاف. لكن يبدو ان الراجل يعني مع ظروفه الشخصيه ما تسمحش، هو تقريبا قاعد معظم الوقت خارج البلاد يعني، وقيمه كبيره جدا المهندس مصطفى مراد فهمي، قيمه طبعا كبيره جدا جدا يعني. شيء عظيم. وعلاقته كمان بالناس في النادي الاهلي علاقه ممتازه طبعا. لكن ده ما حصلش. طيب الايام اللي جايه تشهد ايه؟ تشهد الانتظار. بمعنى ترقب. الترقب انه مجلس الاهلي هيشوف خلاص كده ما حدش هترشح في المجلس الحالي، هيشوف بقى مع بدايه الترشح من الشخصيات اللي ممكن تترشح، هل ممكن يدعم حد منهم ولا لا؟ ما انا اسالك سؤال هنا. اتفضل. افترض لما الاهلي يفتح باب الترشح ب 27 نزل شخصيه قوية مؤثرة. أيوة. مهمة في الوقت اللي النادي الأهلي المجلس عايز يحتفظ بقوامه بمجموعته، هل ممكن يبقى في تحرك في الوقت ده من المجلس؟ أيوة، ده سؤال مهم جدا. طب. ده سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ طب. يعني الشخصية القوية دي لو على توافق مع المجلس، المجلس هيدعمها. أوكي، ده يبقى زي الفل بالنسبة لهم. لو مفيش توافق، أيوة، سيتم الدفع بشخصية أخرى تجاه هذا الشخص. كلام واضح أهو على طول. طب دفع هنا الترقب بتاع الانتخابات بقى. ما عشان كده بسالك، وارد انك تلاقي شخصيه مهمه وكمان ده منصب نائب رئيس النادي الاهلي. طبعا، عشان كده احنا شرحنا فكره الترتيبه نفسها للايام اللي جايه، لان الانتخابات برضو ليها ترتيبات. طبعا. مش مجرد خطوه وخلاص ما تعلنش يعني. ده صح، ده صح. فانتخابات النادي الاهلي طبعا بتلقى زخم وتلقى متابعه كبيره، وزي ما انت قلت منصب نائب رئيس النادي الاهلي منصب مش قليل، وكان بيشغله برضو راجل كبير. طبعا. لكن فكره برضو يا استاذ محمد السنة، يتبقى سنة، لو باقي سنة الانتخابات بقى المجلس ممكن ما تحمسش شخصيات كتير لفكرة المغامرة أو فكرة الدخول دخول معركة انتخابية. ممكن المغامرة، وممكن يقولك حتى لو توليتها سنة اتكتبت إن أنا نائب رئيس النادي الأهلي. في ممكن حد يحسبها كده. طبعا. لكن في المقابل في شخصيات كتير أنا عارفها كويس ما عندهاش الرغبه دي انها تخش سنه يعني. قصر المده برضه مخلي في تردد الى حد ما، يخليش ناس كتير تتشجع. لكن في انتخابات نوفمبر بقى 25 اعتقد هيكون في انتخابات كبيره زي ما تعودنا في النادي الاهلي، في انتخابات بمعنى الحقيقي لكلمه انتخابات يعني. تمام. طيب خلينا ندخل في حته فنيه شويه وكولر وحتى الان عدم موافقته على ابرام اي صفقه محليه وتمسكه برايه انه ما زال ان كل اللعيبه اللي عنده هم افضل من اللعيبه المحليه اللي موجوده في الدوري المصري. لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم بعد الفاصل وارجع اكمل بقى الاستاذ محمود شوقي. خلينا نروح لنقطه ثانيه بقى، نقطه كولر ووجهة نظره انه حتى الان انه شايف ان لعيبته افضل من كل اللعيبه اللي موجوده المحليه، ومش موافق غير على حاجه واحده، مهاجم اجنبي فقط لا غير. شوف، ناس كتير جدا من الجمهور العزيز بيستغرب المنطقه دي شويه، لدرجه في ناس مش مصدقه ان ده بيحصل. يقول لك ازاي كولر رافض كل اللعيبه المحليه؟ ده الواقع يا جماعه، هو رافض، دي الحقيقه. طيب نرجع بس خطوه للخلف كده، يلا بينا. وقت تقييم اللعيبه المحليه
اداره السكاوتك في النادي الاهلي، لجنه التخطيط بتشكيلها القديم، كابتن محسن صلاح كان موجود مع كابتن زكريا ناصر مع كابتن حسام غالي مع كابتن خطيب مشرف عام على الكوره، واداره السكاوتنج وكولر بداوا يقيموا لعيبه الموسم اللي فات. فكولر ما وافقش الا على لاعب واحد اللي هو اتعاقد معاه، عمر الساعي وفقط. طب زيكو والبنوبي وغيره وغيره واسامه فيصل وغيره من اللعيبه، احمد نادي الحواش وبتاع، كل اللعيبه دي الراجل تحفظ عليه، مش عيب في اللعيبه لا، ولكن عندي نفس الاداء ونفس يعني اتكلموا على الاجنحه، فراجل قال انا عندي رضا سليم وطاهر محمد طاهر، انا مش عايز، وهكذا وهكذا في كل المراكز. فكره المهاجم، انا مش عايز مهاجم محلي، انا عايز مهاجم ومواصفات مختلفه، وعايز مهاجم مواصفات كمان مختلفه عن وسام ابو علي. وده على فكره اللي خلى كولر ما يتوجهش اكتر للاعب زي عمر فرج بالمناسبه، يعني لانه عاوز لاعب مواصفات ثانيه خالص، فكره المحطه، فكره الجسم الجامد وما الى ذلك. فلافيو يعني خامد فلافيو ده طبعا صعب يجيبه يعني. طيب اللعيبه المرفوضه في الدوري المصري دي، الملف اتقفل، هو ملف ما اتقفلش بالنسبه للاهلي، لكنه مقفول شويه بالنسبه لكولر. الراجل قافل الباب تماما، كل المحاولات، في جلسه بكره المفروض يبقى يحصل جلسه بكره، المفروض تكون حاسمه شويه، لان الاهلي حتى هذه اللحظه ما تعاقدش مع المهاجم اجنبي. تعاقدش. طب هو راح لمهاجمين اجانب؟ ايوه راح. اخر جلسه في اخرها تم استعراض اكثر من 15 لاعب اجنبي. تمام؟ وتم الاستقرار على 3 منهم اللي كولر موافق عليهم. الاهلي توجه لحد منهم؟ ايوه توجه. في مفاوضات حصلت في الايام الاخيره؟ ايوه حصل. منهم اثنين سنغاليين؟ الاسامي السنغاليه المتردده دي تم ترشيحها. لكن اللي الاهلي توجه له ايه بالظبط؟ في تكتم عليها. كابتن محمد رمضان. في تكتم عليها. ايوه كابتن محمد رمضان. يعني محمود شوقي ما جابهاش لغايه دلوقتي؟ لا لا لا، ولا ادعي المعرفه. ده انت جبت رئيس شركه الكوره في النادي. الحمد لله انفردنا النهارده. ايوه انت انفردت النهارده وجبت دي، مش عارف تجيب دي؟ ما هو فكره بقى المصداقيه. انا لا ادعي المعرفه. أنا بقول لحضرتك اللي عرفته من كواليس. كابتن محمد رمضان المدير الرياضي بيعمل اجتماعات يومية مع كابتن هاني رمزي، يومية. الاجتماع من 3 ساعات لـ4 ساعات. كلها بتدور حول المهاجم الأجنبي. طب حد يقول الكابتن هاني رمزي ليه؟ كابتن هاني رمزي مدير إدارة السكاوتنج بيساعد الكابتن محمد رمضان، بيساعده في ملف اللاعب الأجنبي على وجه الخصوص. الاعتبارات كتير، فكرة التواصل مع الأجانب، فكرة اللغة، عدد كبير جدا من الوكلاء بيتكلموا معاه، ترشيحات من شركات تسويق شغاله في المنطقه، كل ده مخلي الكابتن هاني رمزي شريك في الحدث. بس الاهلي لسه ما خلصش اللاعب الاجنبي. طب في فرصه؟ في فرصه. طب بالنسبه بقى للعيبه المحليه، لعيبه زد على وجه الخصوص زيكو والبنوبي، الاهلي لم يرسل اي خطاب رسمي لنادي زد حتى اللحظه. مظبوط. طب حصل حوار؟ ايوه حصل حوار، اكثر من مره حصل حوار، بس غير رسمي. وفتحوا فكره التبادل. طب المفاجاه ان فكره التبادل دي هتفرض عليك انت تفرط في بعض اللعيبه اللي في قوام الاهلي الاساسي المقادين في القمه الافريقيه، صح ولا لا؟ الفكره دي رفضها كولر. فانت كمان حتى لو اقنعته بفكره اللاعب، هو مش مقتنع بفكره الاستبدال. صح. دي نقطه ثانيه الناس مش واخده بالها منها، ان الراجل متعنت في المنطقه دي. الاهلي يقدر يقنعه او محمد رمضان يقدر يقنعه ولا لا؟ دي عمليه غيبيه شويه، هتحتاج انتظار لبكره او بعده. ان الرغبه دلوقتي للاهلي يقفل الملف قبل السفر لابو ظبي المشاركه في الصوره. هل العلاقه ما بين كولر والكابتن رمضان اصبحت على ما يرام؟ يعني اتفقوا خلاص، تفهموا خلاص، اتطبعوا خلاص مع بعض والدنيا مشيت، ولا لسه ما زال كل طرف بيجس نبض التاني لسه؟ ومش يعني الامور لسه ما بقالهمش اسبوع يعني. ده سؤال مهم برضه. هو ما حصلش توتر عشان الدنيا تهدى؟ لا مش بقول توتر. لا مش حضرتك. ان هم بداوا يعني العلاقه تبقى قويه بينهم، هم يبقى في تفاهم، في انسجام في الفكر بينهم وبين بعض. شوف، احد شكاوي مستر كولر من الكابتن خالد بيه مدير الكره السابق، هو راجل نجح وحقق نجاحات كبيره وبطولات، لكن احد الشكاوى اللي كانت موجوده، وانا كنت حضرتك ضيف هنا من فتره طويله، حصل، وانت حضرتك رحيل خالد بيب حضرتك تفتكر، حصل، وحضرتك رجعتني حتى في الامر اكتر من مره، قلت لك ده طلب الراجل، حصل. مستر كولر كان بيعترض على فكره انه بيشترك احيانا مع اللعيبه في مهام مدير الكوره، يعني يقدر يبدا يتكلم مع اللعيبه في امور تخص بالاساس مدير الكوره.
طب حد هيجي يقول لي برضو طب ما كولر رافض اصلا منصب مدير الكوره. تمام، بس اما وان منصب مدير الكوره موجود فكل واحد يتحمل مسؤولياته. ده الحوار تقريبا اللي حصل ما بين المدير الرياضي والمدير الفني. تمام، ان كل واحد له صلاحياته. مظبوط. طب الكابتن محمد رمضان بيعمل ايه في المنطقه دي؟ ما بيقربش من الملعب. ما بيقربش من الملعب، ما هو قال له انت ليك الملعب. ما بيقربش من الملعب. وهوفر لك كل الاجواء عشان يبقى الملعب تمام مستقر وهادي. قاعد في اوضته اللي هي اوضه مدير الكوره بالمناسبه، وبينزل التمرين يقعد على الدكه وخلاص. ما بيتدخلش في اي حاجه، اموره الانضباطيه كلها بتاعته. طيب، هل من اول تولي محمد رمضان حتى هذه اللحظه حصل حاجه خارج الانضباط؟ لا، ولا وقع. مفيش. مش فكره بقى الغربال الجديد له شده بالبلدي يعني، بس فكره برضو ان اللعيبه في حاله استنفار بعد خساره السوبر الافريقي. انت عندك السوبر المصري، في رغبه في التعويض الى حد كبير، في تركيز الى حد كبير. محمد رمضان حاول يحط نقط على الحروف في كثير من الاحيان. الجلسه المطوله اللي عملها في وجود الكابتن محمود الخطيب، وكانت جلسه عنيفه جدا بالمناسبه، عنيفه. الكابتن محمود الخطيب كان عنيف للغايه في كلامه، وقال لهم ان الراجل ده هو اللي هيدير المنظومه كلها، ومحدش له دعوه بحد في اداره النادي. صلاحيات كامله. بالظبط. كابتن محمد رمضان تحدث بقوه، لكن تحدث برضه بابوه. قال لهم انا ابوكوا هنا، واللي محتاج حاجه يفتح عليا المكتب. كل الامور دي مخليه كل واحد شغال في شغلته. ففي حاله تقارب شويه بين الكابتن رمضان ومستر كولر. فكره بقى الصفقات دي بقى قدره رمضان على الاقناع. الاقناع. اذا كان يقدر. ده هو شاطر في دي. هو لو اقتنع بحد يعرف يقنعه. طبعا. بزيوكا او البنوبي، اعتقد ان زيوكا او البنوبي هيكونوا لو تعاقد الاهلي مع واحد منهم هيكونوا مصدر افاده بالنسبه للاهلي. كابتن رمضان عايز منسق اعلامي، مين اقرب المرشحين؟ لا احد. لا احد. كابتن محمد رمضان طرح الفكره على كابتن محمود الخطيب، لكن ما تمش ترشيح اي شخص على الاطلاق خالص. على الاطلاق يعني ما رشحش وقال للكابتن الخطيب اختاروا واحد؟ لا لا لا، ما حصلش. كابتن محمد رمضان بعيد شويه عن المنظومه بقاله فتره طويله، ما رشحش اشخاص على الاطلاق، لكن في فكره مهمه انه بيقوم بالدور ده برضو الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي، واعتقد انه بيقوم بيه بقى على اكمل وجه. الراجل بقى له سنوات طويله وخبره طويله، فلكن ده ما اتناقش اعتقد في الايام الاخيره. السوبر المصري من 20 ل 24 بطوله، يوم 29 العين الاماراتي بطوله. هل ممكن السوبر المصري تلقي بظلالها بالايجاب او بالسلب على كولر؟ بلا شك. بلا شك. طبعا. ودي صعوبه الاختبار اللي جاي ده. صح. صعوبه الاختبار اللي جاي ان هو اختبارين في اختبار. لانه لو حسبتها بعمليه نفسيه شويه هتلاقي لو الاهلي كسب السوبر المصري يقدر يكسب العين الاماراتي. طب في حاله خساره ويبقى كولر قاعد. طبعا. في حاله خساره السوبر المصري اعتقد اي حد سواء متابع كوره او بيفهم في الكوره او ما بيفهمش فيها هيتوقع هزه للاهلي امام العين. صح ولا لا؟ منطقيه بلا شك يعني. بطولتين في ثلاث اسابيع. التوقيت ده اقل من ثلاث اسابيع، التوقيت ده انت بتتكلم في 20 24 29 يعني. ايام بسيطه جدا. لا بتكلم من السوبر الافريقي. السوبر الافريقي. لا السوبر بتكلم الأفريقي. على فكره كمان خساره السوبر المصري مثلا ممكن تاثر على العين. تاثر على ماتش العين جدا 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 طبعا، ويخلي كولر في موقف حرج للغايه. بقى 4 ايام بلا شك. موقف حرج جدا. عشان كده في حال تركيز شويه وفي حال سريه والتدريبات لا فيها قوه شويه. النهارده مثلا كان في تراي ماتش. النهارده وكان في سخونه جديده جدا، وفي لعيبه تالقوا بشكل كبير جدا النهارده بالمناسبه. بمناسبه التراي ماتش او التدريبات الاخيره، نحب برضو ان نعيش الناس في الكواليس كده. تصور مين اكتر لاعب تالق في التدريبات الاخيره دي؟ طاهر. قفشه. قفشه هو الاكثر على الاطلاق فعلا، ودي بقى يبدو انها رساله من قفشه ان هو عاوز يلعب اساسي. هل الراجل بقى يغير من طريقه اللعب ويلعب 86 بشكل مروان وقفشه وامام مثلا؟ ربما. لان التدريبات الاخيره بس خلي بالك هو لازم يغير من اسلوبه لانه اتحفظ. بالظبط. هو لازم يبقى عنده افكار جديده لان هو اتحفظ خلاص. بالظبط. لازم يبقى عنده. طب هو عمل حاجه النهارده عملها في ماتش الحرس الودي. فاكر انت حمدي فتحي؟ كان بيلعب اللي هي السته المقلوبه شويه او السته المتاخره شويه. اللي هو الديفندر متاخر، عايزين نرجع لمسوباتنا القديمه شويه، الديفندر المتاخر اللي هو قدام السرد زي ما كابتن حسام لعب فيها في ماتش الراس الاخضر. برافو عليك. اللي هو قدام السرد باكات نفس الفكره، متاخر شويه. عملها في ماتش الحرس وعملها النهارده في الفرقتين في التقسيمه في اللي هو التراي ماتش. لان التراي ماتش النهارده اتعمل ماتش فعملها هنا وعملها هنا.
فهل ده يديك اشاره ان الراجل عايز يلعب بحاجه مختلفه؟ ربما. لكن أفشة بيخطف الانظار في التدريبات الاخيره والنهارده. طار محمد رزق حضرتك قلت تالق بشكل كبير جدا ويبدو ان هو برده عنده رغبه. عايز وارد. الفرود الصغير سمير محمد. سمير محمد ده جاب جول في ماتش حرس المدود. اكتر اللعيبه المتمسكه بالفرصه في التدريبات الاخيره. هايل. من اكتر اللعيبه. مصطفى ابو الخير. مصطفى. الديفندر الشاب الواعد من اكتر اللعيبه برده اللي بتلقى اعجاب كولر ومحمد رمضان والجهاز. وعلى فكره كابتن محمد رمضان كان حريص جدا ان هو يقعد مع اللعيبه الشباب اكتر من مره، اكتر من اللعيبه الكبار. طبعا. دي حاجه برده تحسب. اسالك على حاجه. ما هي الخبر اللي تردد من امبارح؟ وهذا خبر غريب جدا في توقيته. انت حتى لو مدير فني مش عاجبك لعيب مش قبل بطوله باربع خمس ايام. موضوع يوسف ايمن وان الخبر اللي اتسرب ان كولر بلغ كابتن رمضان ان هو مش عايزه. فهل يعقل ان كولر يعمل كده قبل بطوله باربع خمس ايام وهو حاطه في القايمه اللي رايحه ابو ظبي؟ لا ده اولا ده مش حقيقي. ثانيا ده مش طبيعه كولر. مستحيل. ما يعملش الصدام كده بالشكل ده. ثالثا انت لسه في بدايه فتره اعداد يعني او في خلاص بدايه موسم. ما يعملهاش كده. ممكن بعد في يناير يقول انا مش عايزه في نهايه الموسم يكون اداله 3 4 5 ماتشات وخلاص. خاصه ان الولد ملتزم ودي نقطه مهمه جدا. فكره بقى التقييم الفني بتاعت الكولر بتاعت المدرب هيلاعبه ولا لا. لكن حصل صدام ما حصلش، حصل طلب ما حصلش، اللاعب مثلا اتعصب فطلع، لا الكلام ده كله ما حصلش ولا اعتقد لن يحدث يعني. هل شعار اكبر قرعه رياضيه في مصر بعد ما العلاقه بين الاهلي والزمالك اصبحت هايله وزياره الكابتن الخطيب لنادي الزمالك وزياره الكابتن حسين لبيب للنادي الاهلي في تأبين الوزير العمري فاروق رحمه الله عليه والامور ماشيه بشكل حلو قوي والعلاقه او الابتسامات والضحك اللي حصل بين كابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب في الاجتماع في مشروع الهدف لتحديد شكل الدوري وكان في توافق كمان جدا. هل بقى الشعار ده لما طلع رجعنا لورا خطوتين ولا هنلحق نلم الدنيا بقى بسرعه ونرجع زي ما كنا حبايب واخوات؟ لا خلينا نتكلم بامانه. يلا بينا. طبعا رجع خطوتين. رجعنا خطوتين. طبعا وممكن ثلاثه كمان واكتر. لانه اكيد اكيد كل نادي او كل حد او كل مجلس او كل قائد شايف المكان بتاعه افضل مكان. طبعا. ده امر مفروغ منه. لكن فكره التوقيت فكره صعبه. كمان فكرة الرسمية. أنا هنا هتكلم بمنتهى الأمانة والله ومنتهى الحياة دي. الزمالك من حقه طول الوقت يشوف إن نادي الزمالك نادي عظيم، وهو كذلك. نادي عظيم. والنادي الأهلي يشوف نفسه إن هو نادي عظيم ومحقق أكبر وأعظم الإنجازات في القارة في السنوات الأخيرة. لكن فكرة الألقاب الرسمية ده هنتعامل معاها إنه لقب رسمي، ليه؟ لأن الزمالك حاطه على التيشيرت بتاعه. النهاردة. فطالما حاطه على التيشيرت يبقى هو يتعامل معاه معاملة الرسمية. لا هنا بقى نقطة. هنا واقفة. لأنه وهنا على فكرة يا جماعة ده لا يقال من الزمالك ولا جمهوره. احنا بنتكلم على أمور رسمية. الجهات اللي تمتلك حق المنح والمنع هي فين من الكلام ده؟ المسميات دي تتحط على البوابة، تتحط على الجوابات، تعرف الجوابات بتاعت الأندية؟ الخطابات الورقية دي تتحط عليها شعارات معينة. دي ما ينفعش تحطها وعلى تيشيرت وعلى وعلى الا بخطابات رسميه او بمنح رسميه من مؤسسات رسميه. خلي بالك من منطقه في منتهى الخطوره. ليه؟ لانها تفتح الباب امام انديه في الاقاليم بنعتز بيها كلنا، مش هنقول مسميات طبعا، انها تطلق على نفسها القاب ما انزل الله بها من سلطان. كده هنخش في مرحله في حته مرحله مليئه بالتهكم، مرحلة مليئة بالمداعبات حتى السخيفة أو اللذيذة. مرحلة فيها كثير من عدم احترام فكرة الألقاب. كل ده هيدخلك في منطقة صعبة. كنا في غنى عن الكلام ده. ليه؟ الزمالك لو عنده الرغبة إن هو ياخد لقب من أي مؤسسة. ما الزمالك بيقول لك يعني إيه اللي مضايق جمهور الأهلي في كده؟ مفيش ضيق. يعني بيقول لك إحنا حرين، لكن إيه اللي ضايق جمهور الأهلي في كده؟ طب حلو النقطة دي. خلاص خليها على مستوى الجماهيري. يعني خلي المداعبات والقصه الجماهيريه سوشيال ميديا ما تحولهاش رسميه. بالتيشيرت دي انت بدات دخلت الخطوات الرسميه. وده غلط. مفيش حاجه اسمها الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، لانه بالالقاب والبطولات وبالانجازات هو الاهلي هو الاكبر. صح. نادي القرن. الاهلي قبل 2000 حط
على تيشيرته او على جواباته او بوابته لقب نادي القرن؟ لا 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 ما حصلش. طب حطه امتى؟ بعد 2001 بعد التتويج اللي حصل في الدوري بعد افريقيا. بعد ما خد الدرع والشهاده الرسميه كابتن صالح ده كان واتعمل محضر مجلس اداره باعتماد المسمى بناء على شهاده الكاف. حصل حصل. هل الزمالك سلك هذا المسلك؟ لا اعتقد ان هو تصرف ما كانش في محله. انت شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. اشكرك على حضورك وان شاء الله نتقابل تاني قريب. شكرا جزيلا. دي كانت هذه الشهر مره. كان عندنا حاجات ملفات في الاتحادات الرياضيه والله لا قريبا جدا لازم نفتح الملف ده للانتخابات على وشك. انا عارف. طب جمله سريعه في الاتحادات. هو في اربعه مش هينزلوا خلاص تحولوا للنيابه. اربع اتحادات. واحد اقول لك اسمائهم. موجود اسمائهم وفي اربعه اعتذروا وفي زيهم خلال الايام اللي جايه هيبتعدوا على المشهد. انت بتتكلم على 8 اكتر من 15 مثلا. اوكي من 28 او 27 اعتقد في الفتره اللي جايه هيكون في ده هيبقى تغيير شامل. في مثلا في اللي اعتذر عماد من الحسين بتاع اتحاد السلاح رغم نجاحه بالمناسبه. طبعا في القصص السهم اعتذر وهيبتعد عن المشهد. الهوكي ابتعد عن المشهد. الكالون الكياك ابتعد عن المشهد. الشراع مش هيترشح. الدرجات مش هيترشح. التجديف في كلام. المصارعه في منافسه. السباحه رئيس اتحاد السباحه اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ياسر ادريس كابتن ياسر عنده انتخابات عنيفه بقايمه ضده. في حاجات كتير جدا. خلاص قريبا نلتقي يعني. ونفتح الملف ده لان ده ملف مهم جدا 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 ان الموضوع الاتحادات الرياضيه والشغل بقى اللي لازم نجهزه للفتره اللي جايه ان شاء الله. محمود شوقي اشكرك شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. نهايه حلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده الساعه 11. تصبحوا على خير.